بالنسبة لموضوع الترجمة الإعلامية، يمكن للمتدرب أو ممكن للطالب أو المترجم أن يتعرف أو يتدرب على الترجمة بعدة طرق. كنا قديما ونحن طلبة ندرس في كلية اللغات قسم اللغة الإنجليزية منذ 30 عاما، كنا ندرس مواد الترجمة بطريقة تقليدية، نأخذ نص ونبدأ العمل عليه. وهناك كما ترون على الشاشة لزاما على الطالب في هذا الوقت أن يقوم بتدريب ذاته. كنا ندرب أنفسنا، لأن التدريب الذي كنا نتلقاه في الجامعة ومن خلال أي منصة متاحة في هذا الوقت كانت دائما تعتمد وأن تتيح الفرصة للمتدرب أنه يدرب نفسه، يعني لا تعطي شيئا إلا رؤوس أقلام فقط، ثم يترك المجال للطالب أو المترجم أنه يقوم بالمهمة ويسير في الطريق الطويل هذا ليحسن مستواه. كان الأستاذ يعطينا نصا، وهذا هو التدريب العملي كما يقولون الآن، يبدأ بتدريب نص، يعطينا نصا ثم نمضي طول الوقت نعمل عليه في خلال وقت التدريب، وبعد ذلك إذا تبقى وقت من ساعات التدريب يبدأ يعطينا بعض التعليقات أو يتناقش معنا في أقل وقت في المحاضرة أو في وقت التدريب عن بعض خياراتنا. أو فلم أتعلم شيئا في نهاية الأمر، لم أتعلم شيئا خلال الجامعة من التدريب على الترجمة، لأنه كان نص فقط ونعمل عليه، ثم لا يعني يتبقى وقت لتعلم التعلم من المدرب أو من الأستاذ طرق الترجمة. فكان لزاما علينا أن نذهب ونعلم أنفسنا، كان طريقا طويلا بصراحة. كنا لابد أن نقرأ نصوص ومترجمة ونترجم ونذهب إلى أحد يرى انتجنا، ثم يعني هذا وقت يعني استغرق وقت طويل. بعد هذه المرحلة ظهرت أنماط تدريبية مختلفة وتتجه إلى التدريب النظري، ولأن مجال الترجمة بكل أنواعه شهد طفرة في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات حينما تأسست أقسام للترجمة، تأسست أقسام الترجمة في جامعات كثيرة، وأصبح الترجمة كتخصص معترف به ويمنح الطالب درجات ماجستير ودكتوراه. لم تكن هذه الدرجات متاحة قبل هذه الفترة، قبل نهاية الثمانينات أو بداية التسعينات، بل نقول نهاية التسعينات أو في التسعينات، لم يكن قبل التسعينات درجة يعني أقسام للترجمة تمنح درجات علمية في الماجستير والدكتوراه. في نهاية التسعينات بدأت هذه الطفرة في مجال الترجمة، وبدأت الكتب النظرية من الثمانينات تتوالى، فبدأ التركيز ينحى ناحية الجانب النظري ويعطي جرعة نظرية فلسفية للطالب قد ربما يستفيد منها، ولكن في أغلب الأحوال لا تعين المترجم ولا تسعفه في سوق العمل. الجانب النظري فقط لا يسعف المترجم في سوق العمل. فالطريقة التي سنقوم بها اليوم هي طريقة مختلفة تدمج كل هذه الطرق معا، التدريب المدمج، يعني لن نأخذ نص ونعمل عليه فقط تدريب عملي، أو نتركك وتختار النص
ترى ما يعني يفيدك أو وتقوم الخلل الذي عندك أو تحسن مستواك، هذه ولا نتركك مع الكتاب النظري، لا سنتعامل مع كل هذه المدخلات معا. هذا يعني دأبنا في كل أنواع الترجمة. فأنواع الترجمة كثيرة جدا، يعني فيها ترجمة يعني كما يعني يقسمها المتخصصون، يقسمون الترجمة إلى نوعين: الترجمة التخصصية والترجمة غير التخصصية. السؤال: ما هي الترجمة التخصصية وما هي الترجمة غير التخصصية؟ طيب تكتبون في الشات. التخصصية في مجال محدد مثل الطب أو القانون، ممتاز. يعني جات لي رسائل في الشات أن الترجمة التخصصية هي في مجال القانون أو الطب أو الإعلام مثلا. طب غير التخصصية، كيف نترجم كلمة تخصصية وغير تخصصية؟ كلمة تخصصية باللغة الإنجليزية إيش؟ بالإنجليزي أو بالفرنسي أو بأي شيء. Specialized and General Translation، Technical، تسنيم. تسنيم قلت Technical. Technical اللي هي إيش؟ تسنيم، ممتازة. هي فعلا علماء الترجمة، علماء الترجمة اصطلحوا على كلمة technical translation اللي هي الترجمة التخصصية. يعني ايش technical؟ يعني technical يعني ايش؟ هل هي تقنية؟ technical في ترجمتها، في بعض الناس ترجمة تقنية، لكن technical هي ما تخص مجال، ما تخص مجال يعني الاصطلاح. تكنيكال يعني الاصطلاح، في اصطلاحا يعني ما اقول مثلا، لما اقول اعرف شيء، اعرف شيء في اللغه، او لغه واصطلاحا. لغه يعني لينجويستيكلي، اما اقول اصطلاحا يعني ما يصطلح عليه اهل مهنه معينه. فهذه الاهل مهنه معينه كده بنتكلم في تكنيكال ديفينيشن. فالتكنيكال ديفينيشن معناه الاصطلاح. فالاصطلاح هو التخصص، الاصطلاح في على اي مهنه عندما يصطلح الناس على شيء فهذا هو يتكون المجال. فهذه هي الترجمه التخصصيه في معنى في معرفه في معناها يعني. فالتكنيكال ممتازه تسنيم، تكنيكال هي الترجمه المتخصصه، نون تكنيكال هي الترجمه غير المتخصصه او غير التخصصيه. تمام. هناك من يعدد في وجدان أن في مصطلحات خاصة فقط تخص المجال. صحيح، حينما نجد مصطلحات تخص المجال فهذه تدلنا أن هنا هذه الترجمة تعتبر تكنيكال. أما بالنسبة للترجمة العامة، الترجمة الأدبية مثلا، هذه تخرج عن الاصطلاح، لأن الترجمة الأدبية قد تختلف من مترجم لآخر في يعني تأدية المعنى، في رسم الصور البلاغية، قد تختلف من شخص إلى آخر، فليس فيها اصطلاح ثابت مثل العلوم الأخرى. فهذا هو الحد الفاصل بين النوعين. الآن ننتقل إلى الصورة الموجودة على الشاشة. هنلاقي أن في ناس كثيرة جدا قسموا الترجمة من النوعين، هذين النوعين، إلى أنواع كثيرة جدا. ومنها وجدنا أنواع مثل الترجمة الطبية، الترجمة القانونية، الترجمة الاقتصادية، وبكل المجالات الموجودة وجدنا أنواع ترجمة تماثلها. الأمر إلينا نحن نلخص هذه الأنواع كلها إلى النوعين الموجودين على الشاشة، اللي هي التكنيكال ونون تكنيكال، أو الترجمة التخصصية والترجمة غير التخصصية، أو الترجمة المتخصصة
بالعربية وترجمة غير متخصص. الآن ننتقل إلى الترجمة الإعلامية. أنا حتى أنواع الترجمة الإعلامية لا تقتصر على نوع واحد، فقد يرى المترجم أنواع كثيرة من النص الموجودة أو اللغة الموجودة في الإعلام تختلف عن بعضها البعض. مثلا نجد مثلا أخبار صحفية أو تقارير صحفية، نجد حوارات تلفزيونية، نجد إعلانات، نجد تعليقات رياضية، هذا كله في الإعلام. نجد أخبار الفن، السفر والسياحة، الصحة والغذاء، نجد في النشرة الجوية للطقس وأحوال الطقس، الأزياء والموضة، الأخبار، العلم والتكنولوجيا، هذه كلها تحتويها الإعلام، يحتويها الإعلام، ونجدها في الصحف، ونجدها في التلفزيون، ونجدها في وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. فالترجمة الإعلامية ليست نسيج واحد، قد تختلف من نوع لآخر، من مجال لآخر. هنتعرض اليوم إلى بعض الأنواع اللي هي مشهورة جدا، وعلى مدار اليوم ممكن نصادفها على مدار اليوم، فلو هنشوف بعض الخصائص اللي هي ممكن تعرفنا كيف نتعامل مع هذه النصوص. اللي عنده أي أسئلة ممكن التدريب يكون حوار ونقاش، يتفضل إما بالصوت إما بالشات تكلم، وإحنا نرد نفتح الحوار بإذن الله. الهدف من الدورة هي دورة نقاشية وليست محاضرة. الآن نذهب إلى كيفية التعامل مع هذه النصوص. في متخصصة في الترجمة عالمة اسمها ريس عملت تصنيف لأنواع النصوص قد يتفق مع منهجنا هنا هنستخدمه. قسمت أنواع النصوص بحيث أن احنا ممكن ناخد طريقة الترجمة المناسبة لكل نوع. يعني مثلا هي قالت أن في نوع اسمه ممكن نوع يكون informative، يؤدي خبر ومعلومة. فهنا في مثلا زي الخبر الصحفي لما يتكلم عن معلومة حدثت أو خبر حدث، فلما نيجي نترجم الخبر فلابد أن نعرف نوع النص اللي احنا بنترجمه، ان هو بينقل خبر، لا ينقل خبر مجرد عن العاطفة، ينقل أحداث لابد أن يرتبط بالأحداث والمعلومات. أو مثلا هذا ممكن يكون موجود في الكتب العلمية، مثلا لما نجي نترجمها لابد هذا يتفق، مثلا في كتاب فيزياء كتاب كيمياء احنا بنترجم معلومات، فلابد أن نأخذ طريقة الترجمة التي تتفق مع نوع النص هذا، إن احنا بننقل معلومة. في نوع ثاني اللي هو expressive، وهذا حينما نترجم النصوص الأدبية يمكن استخدامه. هذا لا ننقل الترجمة، لا ننقل النص بمعلوماته فقط، لا، لابد أن نضع في بالنا الشكل الكلام، صيغة الكلام، لابد أن يكون أدبيا، نركز على الشكل والمعنى هنا. أما الأول فنركز على المعنى والمعلومة، هنا نركز على الصوت وتركيب الكلام والاستعارات بلاغة النص. هذا النوع الثاني اللي هو يرتبط بنوع non technical text. النوع الثالث هو operative، وهو يتعلق بترجمة النصوص التي تؤثر في الجمهور، تريد للجمهور أن يأخذ مثلا أن يفعل شيئا، تريد أن تؤثر في الجمهور، مثل الإعلانات مثلا، الإعلانات تريد أن تبيع شيئا، فهنا لا نركز على الشكل
لا الكلام ولا المعنى، لا نركز على ما يؤثر في الجمهور، ما يؤثر في الجمهور ليتخذ عملا او ليتخذ ليشتري او ليصوت لحزب سياسي. او هنا نوع هذا النص حينما نترجم ربما لا نأخذ ولا كلمة من الموجود ونغيره تماما الى ما يعني يناسب المتلقي. في النوع الاول الانفورماتيف هذا نركز على الخبر وكلامه، النوع الثاني نركز على الشكل والمعنى معا، هنا نركز على لا نركز على المعنى ولا الشكل، لا نركز على ما يؤثر في المتلقي. الآن نذهب إلى الخبر الصحفي. هذه أنواع النصوص تحدثنا عنها في الشريحة الماضية، ممكن أن نطبقها مع كل النصوص وأنواع النصوص. هنا نتحدث عن الخبر الصحفي. الخبر الصحفي له أيضا سمات، فهو مثلا لو وجدنا جملة موجودة على الشريحة على الشاشة in London yesterday 12 victims، هنا سنجد أن الخبر الصحفي كما يقول كريستن ديفيد كريستن أن الخبر الصحفي يذكر الوقت صراحة والمكان الذي حدثت فيه الحادثة والحقائق والشخصيات والأرقام والأرقام الموجودة. هذه هي أول شيء في الخبر الصحفي، أنه يذكر الوقت والمكان والحقائق والأرقام. الخاصية الثانية كما يقول كريستن أنه يذكر المصدر، مثلا هذا الخبر موجود في رويترز أو في Associated Press مثلا. الثالث السمة الثالثة The very first paragraph both begins and summarizes the story، أول فقرة تبدأ وتلخص ويعني الخبر، الفقرة الأولى والخبر والفقرة الأخيرة ستجد تشابهات كثيرة بينهما. تمام، يعني دائما نركز على الفقرة الأولى، هتلاقي إنها عشان تعطي الخبر على عجالة للقارئ تجد فيها كل شيء. تمام، مثل وهذا سيكون في الخبر الصحفي في العنوان اللي هو هيدلاين، العنوان الصحفي. هنتكلم عن العنوان الصحفي الآن. السمة الثالثة الرابعة أو الخامسة أن يتم تصنيف المشاركين بجنسياتهم أو بأعمالهم أو بصفاتهم، ويكون هناك آخر سمة تركيز على الخبر العنوان الصحفي لتلخيص الخبر المقالة كلها في عنوان واحد. نجي لهذه السمات، نأخذ العنوان الصحفي. العنوان الصحفي دائما بيكون مختصر جدا، بيكون لا يتسم بالقواعد الموجودة في الكتابة، ودائما بيكون في ملفت للعين، يكون جذاب. هناخد الآن تدريب، أو نأخذ الأول مثال وبعد كده نأخذ تدريب. 79 dead 248 missing، هذا خبر صحفي، هذا عنوان صحفي. لما نيجي نترجمه هنلاقي ما فيش فيه جرامر خالص، ما فيش قواعد، لا يتسم بالقواعد، ما فيش verbs، ما فيش articles. هذه سمة العناوين الصحفية بتكون هذه طبيعتها، بتكون جذابة قصيرة جدا ملفتة للنظر. هنتدرب كيف نعمل هذه الأخبار الصحفية العناوين الصحفية مع بعض اليوم.
الشاشة اللي موجودة قدامكم في عناوين صحفية كتيرة جدا، هنحاول نصنفها. في عندي 4 تصنيفات موجودة. الأول شيء في عنوان صحفي بيكون عبارة عن جملة اسمية، عنوان صحفي بيكون الفعل بيكون فيه فعل مضارع موجود. دائما احنا في الخبر الصحفي بنستخدم الفعل المضارع، يعني مثلا لو قرأنا الأول قبل ما ناخذ التدريب forgotten brother appears، هتلاقي ان ايه الفعل هنا مضارع. Clinton in Bulgaria this week، هنا مفيش فعل خالص. Old man finds rare coin، هنا نلاقي برضو فعل مضارع. هنا Bush hires wife as secretary، هنا hires مش فعل مضارع. هنلاقي هنلاحظ ان في الكتابة يعني الخبر الصحفي ان الفعل المضارع دائما مستخدم في الخبر الصحفي او ما فيش فعل. يعني اول واحد مثلا او ثاني عنوان كلينتون بلجيريا this week، وين الفعل؟ ما في فعل. او يستخدم المبني للمجهول زي مثلا forgotten brother أو the brother who is forgotten، أو مثلا man killed in accident، هذه أوضح في رقم العنوان العاشر مثلا man killed in accident، man killed ما قلناش man killed هو الرجل اللي قتل، فهنا مبني للمجهول. تمام. الآن قبل ما نصنف ونعمل التدريب عايزين نترجم هذه الـ كل واحد ياخد عنوان ونبدأ نترجمه مع بعض ونشوف كيف هنترجم، وبعد كده نعمل تصنيف كامل بإذن الله. نبدأ، اللي يقدر يعرف يترجم واحد يكتب في الشات أو يقول بالصوت، تفضلوا. وجدان ترجمة ظهور الأخ المفقود، إيش رأيكم في الترجمة؟ هل حد عنده أحسن ولا كده نعتمدها؟ هل احنا لما تلاقي مثلا في جريدة الرياض او جريدة عكاظ مثل هذا انه اخ ظهر، وهل بيكون ظهور الاخ المفقود ولا الاخ المذكور الاخ المفقود يظهر؟ ايش الاحسن شيء في العربي بتجدونه في الصحف عندنا؟ نبدا بالاسم. انه ليش الاخ المفقود يظهر ولا ظهور الاخ المفقود؟ احنا في العربي ظهور بيكي. ظهور ظهور، ممتازين. طيب ظهور، يبقى هنا العربي يعني بدأ بإيش؟ خلى الكلمة الجملة اسمية، ظهور الأخ المفقود وليست فعلية. طيب زيارة كلينتون إلى بلغاريا هذا الأسبوع، هل هذه هي التي ترونها في عكاظ وفي الرياض؟ انا ارى انها دائما انا بشوفها في الصحف العربيه، كلينتون يزور بلغاريا هذا الاسبوع، هل بتشوفوا هذا؟ ايوه دكتور صحيح. بيقولوا نبدا بالاسم لانه محل تركيز هنا. كلينتون يزور حتى يقول الملك سلمان يزور الكويت غدا مثلا، يقولوا كده. ما بيقولوش زيارة الملك غدا، صحيح؟ طيب اللي بعد، ثواني ما نشوف اللي بعد. الأوقات الصعبة لم تأتي بعد، difficult times ahead، هي ممكن صحيح المعنى، هذا هو صح المعنى صحيح. الأوقات الصعبة لم تأتي بعد، هنلاقي بس العنوان الإنجليزي مختصر صحيح؟ difficult times ahead، ما فيش فعل. ففي العربية جبنا فعل لم تأتي بعد. طب هل ممكن نحذف الفعل ونقول مثلا
أمامنا أوقات صعبة، أمامنا أوقات صعبة، هذه أو ما زالت أو الأوقات صعبة ما زالت أمامنا، يعني هذه حينما نضع باللغة العربية، اللغة العربية في اللغة الصحفية ليست مرتبطة ارتباطاً وثيقة باللغة الإنجليزية في بنيتها، يعني مش شرط ان احنا نمشي مع اللغة الإنجليزية، ممكن كما ذكر نبيل مثلا الأوقات الصعبة لم تأتي بعد، ممكن تصرف كويس أو إذا أحب يمشي مع الصياغة الإنجليزية ويحذف الفعل فله ذلك أيضا. يعني فالشاهد ان أهم شيء ان احنا نفهم المعنى ان في أشياء مفقودة يمكن ان تعوض عليها عنها تعوض عنها أو ممكن أن تبقيها كما هي. طيب نأخذ عثور رجل على عملة نادرة، عثور رجل على عملة نادرة، هنا عثور رجل على عملة نادرة أظنها يعني ممكن نقول رجل يعثر على عملة نادرة، هل ممكن نقول رجل يعثر على عملة نادرة؟ هذه عنوان صحفي أكثر جاذبية، رجل يعثر على عملة نادرة. تسنيم، رجل يعثر على عملة نادرة أظن أقرب شوية للخبر الصحفي للعنوان الصحفي. تمام، احنا تكلمنا عن وصول كلينتون، قلنا كلينتون يصل أو كلينتون كلينتون يصل إلى بلغاريا هذا الأسبوع، وصول كلينتون لبلغاريا هذا الأسبوع. هنا لو قلنا وصول كلينتون إلى بلغاريا هذا الأسبوع ربما يكون وصل، لكن هو ما نعرفش هل ممكن يكون في الاستقبال يستخدمون الفعل المضارع، يعني إذا كان شيء يحدث، إذا الملك سلمان مثلا سيزور الأردن أو سيزور عمان أو سيزور أي بلد، لا يقولون سيزور في الصحف العربية، يقولون الملك سلمان يزور، الملك سلمان يزور الأردن الأسبوع القادم، مثل اللغة الإنجليزية في هذا المجال، فنقول كلينتون يزور بلغاريا هذا الأسبوع. في تصرف كويس من نبيل في العنوان اللي بعد، مصرع رجل في حادثة، ما قالش قتل، ممتاز، مصرع رجل في حادثة أو ممكن يقول مقتل رجل في حادثة أو مصرع، فهذه التصرف ممتاز جدا، هذا ما يتم استخدامه في الصحف فعلا. أيام عصيبة في انتظارنا، ممتازة ممتازة، أيام عصيبة تصرف كويس جدا نورة، هذا خبر يعني عنوان صحفي جذاب، مقتل رجل في حديث ممتاز، الأخ المفقود يظهر أو الأخ المفقود يظهر، ممتازين، هذا تم الاتفاق عليها. طيب ممتاز كده كل التعليقات، رجل يعثر على عمر نادرة، ممتازة تسنيم. طيب المحافظ يفتح مركزا تجاريا، ممتاز، يبقى كده اخذنا يبدو انكم درستوا في هذه الامور من قبل وعلى دراية في بصياغة العنوان الصحفي. ننتقل من هذه المهمة إلى موضوع آخر بحيث أن احنا عشان الوقت يسعفنا. ستجد أيضا في العنوان الصحفي محسنات صوتية، يعني دائما بيخلوا العنوان الصحفي جذاب، المحسنات الصوتية بتكون
باستخدام شيء اسمه alliteration او assonance او الاشياء هذه اللي ممكن بعضكم درسها في الادب، انها بيكون فيها جناس او سجع. في اللغه الصحفيه بيستخدمونه ايضا في اللغه، مثلا نلاقي مثلا cannibal cops find killers kit، هنلاقي ايش الموجود هنا killers kit، هنلاقي هنا فيها شيء اسمه alliteration. حتى cup فيها ك، cannibal فيها ك sound، ك sound not c، I'm talking about sound، ك ك ك ك. فهنلاقي هنا في بيسموه alliteration او سجع يعني. في الخبر اللي تحت او العنوان الثاني شات اند شيم، هنلاقي برضو كلمه شات تبدا بشا وشيم تبدا بشا. هذا يعني لو نقدر نعمل اشياء مثل هذا في الخبر الصحفي، اللي هي بحيث انها يكون جذاب ويكون ليه بيعملوا هذه، حتى يمكن تذكر العنوان. لما نقول شات اند شيم سهل جدا الواحد يتذكره. في كثير جدا من التعبيرات في اللغه الانجليزيه موجوده بهذا الشكل. يعني مثلا لما نقول مثلا حريه العقيده، وما نيجي نترجمها حريه العقيده، حريه ممكن تكون فريدم، العقيده ممكن تكون بليف او كريد او فيث. لكن لما نختار، ما نيجي نختار نقول فريدم اوف فيث، هتكون افضل في ان احنا ممكن نتذكرها اسرع، لانها بتبدا باف هنا والثانيه بتبدا باف. فهذا بيسموه في اللغه بيسموه في المحاسبات الصوتيه اسمه alliteration، او بيسموه في اللغه العربيه السجع، بيكون نهايه الكلمه. لكن هنا بيسموه طباق اظن. هل من يعرف هذا الظاهره في اللغه العربيه؟ نشوف اسمها ايش في اللغه العربيه، اللي هي تبدا الحرف جناس، ممكن جناس افضل جناس. رايم هذه بتبقى نهايه الكلمه، لكن الجناس هو اللي بيكون الكلمه بتكون فيها اصوات متشابهه مع الكلمه الاخرى. جناس استهلالي، صح، ممتاز يا وليد. دكتور وليد دكتور وليد جناس استهلالي، ممتاز. فهذا الجناس الاستهلالي كما يعني بين الدكتور وليد، ان هو فعلا بيحسن برضه للمتلقي انه يتذكر الخبر الصحفي سريع جدا. اللغه الانجليزيه مليئه بهذا النوع من الجناس. مثلا يقولوا مثلا feast or famine، mad as mosh، slippery slope، sorry screen، sorry side. هتلاقي لو دخلت الانترنت هتلاقي forgive and forget، fond farewell، flight of fancy، fleet of foot، fight or flight. اشياء كثيره جدا في اللغه الانجليزيه ممكن تلاقيها، بل مئات من التعبيرات اللي مثل هذا. جاك اند جيل مثلا، هيفن اند هيل، هيفن اند هيل، اوكي. روك اند رول، اكيد تسمعوا روك اند رول كلكم، روك اند رول تبدا بار في الكلمتين روك اند رول، رايت. The point الشاهد ان احنا ممكن نضرب بعض الامثله. تفضلوا. انا نبيل، انا هل تريد مني امثله؟ انا قلت امثله كثيره. مات كات، هذه ليست جناس، مات كات هذه فيها اسونانس اللي هي تشابه الصوت المتحرك. لما يعني يكون في صوت متحرك متشابه، هذا برضو من الجناس او من المحسنات الصوتيه. لما يعني يكون في صوت متشابه اللي هو الفاول،
بيسموه assonance ليس alliteration. فهذا أيضا بيضيف بعد جمالي للعنوان الصحفي. مات كات ليس alliteration ولكن هي assonance. هذا أنت كده ضربت مثال اللي احنا كنا هنذكره, أن يكون أيضا الجناس بيكون في الفاول نفسه. نروح لنقطة سريعة جدا, هذه أظن كده واضحة. ندخل للكلمة نفسها, بناء الكلمة. بناء الكلمة, هل بيختلف بناء الكلمة في اللغة الصحفية عن اللغة العادية؟ طبعا الكلمة واحدة, لكن نحن shot and shame, wordplay, shot and fame. أوكي, هذه نعم دكتور وليد wordplay. الآن ننتقل إلى بناء الكلمة. هل بناء الكلمة يختلف في المجال الصحفي؟ نعم. كيف أعرف أن المجال الكلمة بناءها بيختلف في المجال الصحفي؟ الكلمة هي واحدة, ولكن نوع الكلمة من حيث التركيب. يعني مثلا عندي درسنا في علم اللغة اللي هو في مجال المورفولوجي اللي هو علم الصرف, كيف نكون كلمة من جذر ومن لاحقة وبادئة اللي هي suffix وprefix, prefix وsuffix وroot. لو العلم الحديث الآن, العلم الحديث علم اللغة الحديث بدأ يدينا بعض الأدوات إن احنا نتعرف على كل مركبات النص. مركزين معي, العلم الحديث الآن بيعطيني أدوات أتعرف على تضاريس النص من خلال استخدام بعض البرامج الحاسوبية زي الكوربرا والكونكوردنسر لو أنتم تعرفوا عنها. بنضع نصوص صحفية كتير جدا في أداة, ممكن أضع ملايين الكلمات, أضع مثلا كل مقالات الجارديان والاندبندنت والنيويورك تايمز والواشنطن بوست, أحطها وأحط الصحف العربية وأشوف بناء الكلمة أكثر سافكس بتظهر إيه في الـ في الـ في الـ في اللغة الصحفية. ففعلاً ظهر إن اللي قدامكم على الشاشة هذه من أكثر السافكسز والبريفكسز الموجودة فعلاً في اللغة الصحفية. نيجي لأول واحدة, الـ IZE دورها بيعمل إيش؟ بيحول الكلمة إلى إيش؟ نعم, إلى من اسم إلى فعل, من اسم إلى فعل. طيب الواي هذه إيش؟ لما نحطها في آخر الكلمة إيه بنحولها إيش؟ في مشكلة عندي في اللغة. أوكي, نعم, بتحول الكلمة إلى صفة. ممتاز سلمى, بتحول الكلمة إلى صفة. يعني مثلا زي كلمة جوس جوسي, فلاور فلاوري. طيب نان وان بتنفي. طبعا هنيجي نشوف تدريب عملي إزاي نترجم هذه أو ناخذ هذا في الحسبان. كيت is straightforward, nice, composed, feminine and very English, discreet and quiet but with a strong sense of herself. She's a classy girl. هنا the word classy. إيش ترجمتها؟ مرموقة, أنيقة. نعم, كلها فعلا قريبة جدا من المعنى. ذات طبقة مخملية قريبة جدا. نعم, أو ممكن نقول من يعني إيش كلمة إليت من اللغة, من الطبقات العليا, ممكن من الطبقة العليا, من النخبة, صح, ممكن من النخبة. يعني القضية أن كلمة كلاس اللي هي درجة أو طبقة حتى لها واي وبقت إنها تنتمي لها إيه, إلى الطبقة, بقت
بقت كلمة من نخبة المجتمع أو بنت أصول فعلا أو بنت قبائل لو دخلنا في المجت في ال... في ال... في الثقافة هذا كله حرف الواي بيعطينا مجال نحن نلعب بالكلمات ونوسع معاني الكلمات. احنا ناخذ هذا الترجمة سريعة لنص عايزينكم ترجموه الآن. في النص هذا having to walk miles and facing difficulties trying to get a juicy story only to come back to the newsroom هذه and your editor asks what was in your head and what you brought such a shady shallow dry story deep in New York Times. عايزين نترجمها كده مع بعض سريعا. هي فيها أكثر من adjective و عايزين نحاول نضع الكلمة في سياقها. عندنا كلمة juicy وعندنا كلمة shady. طيب نبدأ نترجم. أعطيكم 5 minutes 5 دقائق هترجموا النص ونناقشوا مع بعض. بعد اضطراري وجدان ترجمت بعد اضطراري لقطع مسافات ومواجهة الصعاب في محاولة الخروج بقصة رائعة وإذا بي أفاجأ برئيس تحية تذمر مما قمت به. رائعة يا وجدان. دكتور وليد أنت معنا دكتور وليد بيشاركنا بالترجمة. يتعين عليك كصحفي في كثير من الأحيان ما شاء الله يعني بداية موفقة جدا صراحة. النص اللي انتوا أمامكم وبدأتوا تحاولوا فيه يا أنا عايز أتكلم مع اللي هو لسه طالب أو بيتعلم أو مستوى في المبتدئ. كلمة جوس يعني إيش كلمة جوس الأخ اللي هو لسه بيتعلم؟ الاسم سنة بس اطلع مش عارف اطلع الاسم مين الاخ اللي لسه بيتعلم. ممكن تكتب لي تاني في الشات اسمك. ريما. ريما كلمة جوس ممكن تقولي ترجمتها ايش كلمة جوس؟ هل متعرفي عصير؟ ممتاز. طيب لو حطينا الواي هذه في كلمة جوس وستوري يعني الأول ستوري يعني إيش؟ قصة. طيب هينفع نقول قصة عصير؟ هتبقى جوس هنحط لها واي هتبقى صفر. طيب هنقول إيش بقى؟ قصة ممتازة. طب أنت مش كويسة ممتازة جدا يا أفضل واحدة ترجمت الحين. قصة مثيرة ممتاز أو ممتاز جدا يعني يعني نحول الجوس هذا وجوسي يعني فيها أحداث كثيرة جذابة ماتعة ممتاز. هذا كله نطلع من كلمة جوس اللي هي عصير نحط لها واي نبدأ نفكر نخرج من الكلمة إلى كلمة إلى معنى اللي هو فيها نفسه. يعني لما أقول جوسي فود ولا جوسي ستوري ولا دائما بتتغير المعنى تمام ممتازين. طيب كلمة شيد أو شادو يا ريما يعني إيه شادو أو شيد؟ ظل ممتاز. طيب شادي بقى شادي اللي هي هنقولها شادي ستوري وشادو شادي شالو دراي ستوري. هنقولها ظل مظللة قصة مظللة ممتاز. مريبة ممتاز. مين المريبة؟ تسنيم. ممتاز تسنيم. مبهمة ممكن جميلة. شالو يعني سطحية ممتاز أو ضحلة
ممتاز أو سطحية ساذجة ممكن ال- ال- الآن الآن ممتفهة ممتازة. الآن أنتم يعني ممكن يعني إيه تخرجوا من اللي إحنا بنتكلمه هذا، إن إحنا السافكسز دي بتعطي معنى، السافكسز اللي إحنا بنتعلمها هذه تعطي معنى. نيجي بقى ل يعني حولت السافكس هذه الواي، حولت الكلمة جوز هصير إلى كلمة مختلفة خالص. ناخد كلمة أخرى أو سوري أن، الفرق بين أن ونن، أن ونن مثلا ما نقول بروفيشنال وأن بروفيشنال ونن بروفيشنال، إيش الفرق بين نن بروفيشنال وأن بروفيشنال؟ نن أصدق النن نفي بالكامل تقريبا، صحيح؟ يعني ما نقول مسلم ونن مسلم ولا أن مسلم؟ نن مسلم ولا نقول مسلم مسلم نن مسلم ولا مسلم أن مسلم؟ بقول نن مسلم صح. فهنا بينفي الإسلام تماما عن الشخص. نقول سموكر سموكر ونن سموكر ولا أن سموكر؟ نقول نن سموكر ولا أن سموكر؟ نن سموكر صحيح. هذا أن، هذا ما أقول أن بتنفي نفي أيضا، النفي قطعي نن زي ما قالت عزيزة، نفي قطعي أن بتنفي ونن بتنفي. لكن لما أقول أن بروفيشنال أنا بأنفي عنه الالتزام، هو ما بنفيش عنه المهنة، ولكن أنفي عنه الالتزام بالمهنة، يعني مش كويس في عمله. أقول لك this is unprofessional، يعني أنت عملت الشغل ده بس أنت عامله مش بحرفية، بأخلاقيات المهنة. نعم صحيح وجدان. لكن لما أقول non-professional أنت ما عندكش أصلاً مؤهلات أنك تقوم بالمهمة. يعني مثلاً واحد بيترجم ومش خريج كلية لغات أو ما يعرفش في اللغة ولا يعرف في الترجمة، أقول له أنت it's non-professional. لكن واحد بقى بيغلط بيعمل، أقول له it's unprofessional. وضحت الفرق شباب؟ المعنى الفرق بين الاثنين. فعلى فكره هذه مستخدمه في اللغه الصحفيه كثير جدا، ممتازين. ننتقل الان الى الخصائص التركيبيه. انا بتكلم اشياء ومضات سريعه. الان نذهب للخصائص التركيبيه للنص الصحفي او للترجمه او النص الاعلامي عامه. اولا ترتيب الكلام قد يختلف بعض الشيء في الصحافه، في لغه الصحافه، وخاصه في اللغه الانجليزيه تختلف في ترتيبها من اللغه العربيه. هناخد النص مثلا deliveries will continue in the coming period and we and our partners are completely ready to take advantage of the recent favorable conditions in which fighting has noticeably decreased. الحلم طلب ريبورترز in Damascus. أول ما نلاقي ريوترز، أول ما نلاقي خبر مثل هذا، لابد أن احنا نعيد ترتيبه وتركيبه. أنا مش هتكلم وعشان نختصر في الوقت. هنا أول وهلة تبص للخبر، ما ينفعش تبدأ بالخبر والترجمة على طول كده، لازم تعمل قلب، تبدأ بالذي قال الخبر. تمام؟ هنبدأ بإيش؟ بمين؟ مين هيترجم؟ هنبدأ بأول جزء إيه؟ بآخر جزء في الخبر. هنقول إيش؟ الحلو طلب ريبورترز in Damascus. تمام؟ هنقول ايه؟ قال ولا صرح ولا ذكر ولا اخبر ولا هنقول ايش في الخبر؟ بيقولوا ايش؟ صرح، ممتاز. يعني شوف كلمه قال ممكن تكون صرح، اعرب للمراسلين، ريبورترز هنا يعني المراسلين. نعم، اورد الخبر هنا الحلو طلب ريبورترز، هنا ريبورترز هم المراسلين.
وضح. بس اللي بتشوفوه صرحها بتكون من ايه؟ لمسؤول، صح؟ مسؤول كبير يعني صرحها، صحيح؟ لكن لما يكون واحد عادي، لو هو مسؤول كبير هنقول صرحها، لو هو مسؤول كبير. لكن لو هو شخص عادي افاده، ممتاز ممتاز. نبيل، نبيل تخصص ايش؟ نبيل، نبيل وجدان برضو قالت افاده، لغه انجليزيه انتساب، ممتازه نبيل. فعلا زي ما قال نبيل وزي ما قالت وجدان، افاده. وممكن برضو افاده المراسلين، ولا ذكر للمراسل افاده، هنقول افاده الحلم المراسلين في دمشق، ممكن افاده الحلم المراسلين في دمشق، افاد مراسله، لا مش مراسله الحلو في دمشق، لا هو الحلو told reporters in Damascus، يعني افاد الحلو المراسلين حق رويترز في دمشقس. تمام. طيب بعد كده deliveries will continue، بقيت الخبر مش هنقف معاه كتير، لكن لو حبيتوا نترجمه ولا نعديه ونشوف بعد عشان الوقت، نعديه عشان الوقت. أفصح كشف، ممكن كشف الحلو، ممتازة كشف يوسف، كويس ممتازة، كشف الحلو للمراسلين في دمشق. طيب الـ 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 الأمر الثاني عن ترتيب الكلام، إن في اللغة الصحفية وفي اللغة الإنجليزية عامة قد يبدأون بالمكمل للجملة ولا يبدأون احنا في اللغة العربية لا يعود الضمير على متأخر لفظ ورتبة. يعني مثلا لما اقول في in his speech about the Arab Israeli conflict the American ambassador declared، هنا في حديث له عن الأحوال الأمنية في الخليج، في حديث له عن أسراء العرب الإسرائيلي، أنا كتبتها غلط، هصلحها. لو سمحت يا دكتور أنا عندي فضول، حابة أستفسر عنه. In translating the phrase which is common in media discourse the Arab Israeli conflict there is an ideological content here that the Arab are the ones who are starting the conflict. Do you agree with this presupposition? In my PhD thesis, I said in appropriate terms, the Israeli-Arab conflict. What do you think of this? والله ممتاز يا دكتور فهد. احنا الان انا جاي اتعلم منكم اليوم صراحه يعني. الله يبارك فيك. جميله جميله جدا. انا هاجي ليها في اخر التدريب، اتكلم عن الايديولوجية في الترجمة، ازاي انه ممكن اللعب بالالفاظ والتقديم والتأخير هذا قد يعني يخدم اجندة ويهاجم او يناصر. هنتعلم مع بعض، هذه مرحلة متقدمة جدا من الان يعني. فشكرا على الملاحظة، وان شاء الله سنذكر للرجوع ليها في الاخر. الان شكرا لك. الله يبارك فيك دكتور فهد. الآن ما صحة تقدم الضمير فعلا زي ما قال التسنيم in his speech about the Arab Israeli conflict، في حديث له أو في حديثه عن الصراع العربي الإسرائيلي. هذا الأسلوب الصحفي موجود كثير جدا في الصحافة العربية اليوم، وبقت يعني شيء لا يمكن تغييره الآن يعني. لكن بس حبيت ألفت نظركم يعني إن هذا الأسلوب ليس عربيا فصيحا، يعني مش موجود في اللغة العربية إن نحن نقدم المعمول على العامل، أو نقدم المرجع الضمير على الاسم. الشاهد إن نحن ممكن هو مستساغ زي ما قالت وجدان، مستساغ الآن لكثرة استخدامه، يعني لكثرة استخدام هذا التعبير، بدأ الآن
الناس كلها لا ترى انه لا ترى انه في مشكلة. لكن في بعض الأحيان بيسبب مشكلة. لكن مثلا هنا اذا ايه المشكلة، وبدأنا قلنا صرح وزير صرح السفير الامريكي وفي حديثي عن الصراع العربي الإسرائيلي، ايش المشكلة ان احنا نبدأ بهذا؟ ما فيها مشكلة ابدا، دي صح، تتفق مع اللغة العربية الفصحى وتتفق مع اللغة العربية الآن وكل شيء، فهذا لكم يعني. لو حبيت تعدل الأسلوب ونحاول أن نعدل الأسلوب وبالطريقة هذه، ما حد هيقول لك هذا خطأ يعني. فهل هي المشكلة نحن ننقل من اللغة الإنجليزية؟ فلما الناس بدأت تنقل نفس الأسلوب يا يوسف، بدأت الناس كلها ترى أن هذا صحيح. هو على فكرة الاتفاق على الخطأ ربما يكون إذا الناس اتفقت على شيء حتى لو خطأ بيكون صواب يعني. دلوقتي إذا اتفقنا على في كثير جدا من الأشياء خطأ والناس بتتفق عليها الآن في اللغة وبتمشي صح يعني. الناس بيسموه السماع يعني، حتى في اللغة العربية الفصحى في عندي طريقين للقواعد، القواعد أو التقعيد، القياس والسماع. القياس والسماع لو حد درس لغة عربية، في عندنا لما نيجي نحكم على شيء بصحته أو بعدم صحته بنشوف طريقتين، طريقة القياس وطريقة السماع. السماع يعني إيش؟ إن إحنا نسمع لأهل اللغة هل بيستخدمونه ولا لا. يعني مثلا يقولك لغة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث تسمعها في اللغة العربية، كلمة أكلون البراغيث يعني في هذه في اللغة العربية موجودة، ومع أنها غير صحيحة في اللغة القواعد. المفروض أكلتني البراغيث ولا تقول أكلوني البراغيث، ولكن لأنها لغة مثلا قبيلة معينة أو فبدأت الناس تستخدمها وليس هذه بالطريقة السماع. ومثلا في تسمع بالمعيدية خير من أن ترى، تسمع هنا في المفروض أن تسمع وليس تسمع، هنا في حذف أن. كثير جدا من القواعد العربية بنقصها على أهل اللغة الأقحاح زي بيقولوا يعني، وبنأخذها منهم هكذا. في اللغة الإنجليزية كذلك، إما الإنجليزي يتكلم لغة إنجليزية إحنا بنأخذ كلام مسلمات. دلوقتي اللغة الإنجليزية أكثر اللغات يعني مرونة وسلسة في التشديد، كل شوية تلاقي كلمات كثيرة تدخل اللغة الإنجليزية وتتغير معانيها، وبدأت يعني حتى في لغة الصحافة تلاقي كلمات كثيرة جدا بكل سنة أو سنتين ثلاثة تلاقي أشياء، زي ما هناخد بعد كده في السلايدز اللي جاية إزاي إن اللغة بسرعة تتغير. لكن خلينا في الشاهد هنا ان احنا ترتيب الكلام. Answering the questions of the reporters, the president said. مين يترجم هذه؟ وفي اجابته نبيل قال وفي اجابته على اسئلة الصحفيين صرح الرئيس. طيب هذه نفس اللغة الانجليزية. ولا يضيرك ان تقول ايضا انك تقلبها. اجاب، ممتاز. اجاب الرئيس على اسئلة الصحفيين قائلا. قال الرئيس ردا او مجيبا على اسئله الصحفيين. صحيح، مجيبا، نعم، ممتاز جدا. قال الرئيس ردا على اسئله او مجيبا على اسئله الصحفيين، ممتاز. هذه النقطه مش هنقف عندها كثير. عايزين بقى نقيم الترجمه هذه بسرعه في ضوء اللي احنا تكلمناه. عندنا نص انجليزي ونص عربي. ايه اللي تم في النص هذا؟ واحنا يعني تكلمنا عنه يعني الكلمات اللي احنا تناقشناها. عايزين نعلم علامات سريعه كده على شيء احنا قلناه في ترتيب الكلام. مثلا بسرعه كده، نبيل قال ابتدانا بالفعل بالترجمه العربيه. احنا تكلمنا عن ترجمه بالفعل، قلنا
هيومانيتير ايد وصلت المساعدات ماشي اوكي دي نقطه. طيب ايش تاني فاكرين لما احنا اتكلمنا عن عشان الوقت؟ ايوه صحيح يا سلمى ممتاز. اخر جمله تم عمل ترتيب للكلام فيها واحنا فقدم المتحدث اللي هو يانس لاركي. يانس لاركي اللي هو يانس لاركي سبوكسمان ذا يو ان اوفيس بدا بها الكلام. ممتاز يا وجدان. طيب كده احنا متابعين مع بعض. نكمل ناخد شيء مهم جدا برضو في الترجمة الصحفية و اتصالا بما قاله الدكتور فهد بس من ناحية لغوية مش من ناحية ايديولوجية. الهايفن دائما بيستخدم في اللغة الإنجليزية لحل مشكلات كثيرة جدا. الهايفن هذه بتعمل كومباوند وانتم عارفين، ولكن ايضا بتعمل كومباوند بيكون احد اجزاء الكومباوند هذا يصف الجزء الثاني. يعني مثلا في الجمله اللي عندكم Israeli occupied territories with Israeli occupied territories، واحده بهايفن واحده من غير هايفن. هناخد الترجمه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه للاولى؟ يلا كله يكتب في الشات عشان اللي هي بالهايفن. هناخد الترجمة الأراضي الإسرائيلية محتلة من قبل إسرائيل، الأراضي الإسرائيلية محتلة من قبل فلسطين، الأراضي الفلسطينية محتلة من قبل فلسطين، الأراضي الفلسطينية محتلة من قبل إسرائيل. الأخيرة The Israeli occupied territories، الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل. يعني صحيح صحيح. طيب لو شلنا الهايفن هناخد ايش؟ لو شلنا هايفن في المثال الثاني الثانية صحيح، يبقى احنا حولنا القضية كلها من اسرائيل المحتلة الى فلسطين المحتلة. شفتوا هايفن، هايفن صغيرة، هايفن صغيرة ممكن تؤدي الى مشاكل كبيرة جدا. حولنا قضية شعب من محتل إلى إنه هو الجاني، من جاني إلى مجني عليه. فالشاهد إن إحنا الهايفن هذه مستخدمة في الترجمة الصحفية كثير في اللغة الصحفية وفي اللغة عامة. فلما نيجي نترجم ناخذ بالنا إن الجزء اللي هو قبل الهايفن بيصف الجزء اللي هو بعد الهايفن، وهذه بتحل لنا مشاكل كثيرة لما نلاقي يعني تعبيرات مش عارفين نترجمها، صفات مش عارفين نتعامل معها، فبنجيب بنستخدم hyphenated construction، تركيب بالهايفن. يعني مثلا انا اعطيكم مثال الوظائف الخدميه. يلا اسمع منكم تفضلوا. الوظائف الخدميه مين يترجم الكلمتين دول ببساطة؟ سيرفيس جوب سلمى، سيرفيس هنا خدمة وجوب وظيفة، بس هل كده سيرفيس ادجكتيف؟ سيرفيس سنتر جوب. انت كده بدأت يا وجدان، بس هي هنقول بدل سنتر ريليتد يا وجدان. نكمل. أمامكم جملتين، أمامكم جملتين. The American Educated Teacher و The American Educated Teacher، واحدة بهايفن وواحدة من غير هايفن. نسمع منكم نشوف ترجمتكم للاثنين بناء على اللي درسناه عشان نشوفكم فهمتوا اللي احنا قلناه ولا. يلا بسم الله كده نبدأ. مين ايوه يلا المعلم الذي تلقى تعليمه في أمريكا. ممتازة يا جوزدان. هنا
طب الثانيه يا وجدان او اي واحد ثاني ذا امريكان ايدوكيتد تيشر او الوحده وجدان ترجمتها المعلم الذي تلقى تعليمه في امريكا. طيب الثانيه يا وجدان او اي واحد المعلم الامريكي مثقف ممتاز يا نوره لا الثانيه انت بتكلم عن الاولى نوره لا ليست الاولى الاولى يا وجدان يا نوره هي اللي انت قلتيه هذا ينطبق على الثانيه من غير هايفن ليه لان اللي بهايفن احنا بنصف الجزء الاولاني هو امريكان بيصف الادوكيشن التعليم الامريكي لكن اللي من غير هايفن هذه بيصف الاستاذ بيصف المعلم وضحت يا نوره نوره اه تمام يبقى امريكان الثانيه بتصف صفه اولى وادوكيتد صفه ثانيه للمدرس المعلم لكن الاولانيه الصفه الاولى تصف الصفه الثانيه تصف التعليم يبقى امريكان تصف ادوكيتد وليس تصف تيشر عيد ثاني عزيزه بالنسبه للهايفن هذه اما نجدها في عباره الجزء الاول منها بيصف الجزء الثاني وليس ولا يصف الهد اللي هو الموصوف الاول اللي هو تيتشر لكن من غير هايفن المواصفات كلها للاستاذ يبقى الجمله الثانيه هيكون هو الاستاذ ده امريكي ومثقف او متعلم استاذ امريكي ومثقف او متعلم لكن الأولانية الأستاذ ده ليس أمريكياً أصلاً لأن هو ليس أمريكي لكن تعليمه هو الأمريكي يبقى أستاذ تعلم تعلم أمريكي وليس أمريكياً الجنسية وضحت عزيزة؟ لو وضحت عزيزة أو العيد ثاني نبيل والمبني يعني يعني متلقي تعليمه امريكي يعني تلقى تعليمه امريكي تمام ممتاز طب نيجي للمثال اللي في الشاشه موجود The government of Canada is helping better integrate foreign trained midwives into the Canadian workforce الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه كيف ترجمت الثانية الأخيرة هل السؤال نورة عن هل عن سؤال نورة عن The American Educated Teacher ولا عن الجملة The Government of Canada الترجمة الثالثة هديل تقول الترجمة الثالثة وبريف تقول الرابعة نشوف إيش صح هل هم القابلات الأجانب إن حكومة كانت تساعد على اندماج أفضل للمدربين الأجانب هذه طبعاً مش مدربين أجانب هم تساعد الحكومة الكندية في إدماج القابلات الأجنبيات هم مش أجنبيات أجنبيات لو هي ما فيش هايفن طيب تعمل الحكومة الكندية على إدماج القابلات المدربات تدريباً أجنبياً تمام يبقى هي الثالثة كما قالت تدربنا وممكن تعمل الحكومة على تطوير مدربات القابلات تدربنا في الخارج لا هي تدريبا أجنبيا ممكن يكون داخل أو خارج وتدريبا أجنبيا ممكن يعطى يعني في ناس بتتدرب في السعودية هنا تدريبا أجنبيا أو بتدرس دراسة أجنبية وليس شرطا أن يكون في الخارج يعني تمام وضحت أظن كله وضح للجميع ننتقل الآن هل فكرة الهايفن وضحت مهمة جدا في الكتابة الصحفية أنك تعرف الفرق بين هذه الأشياء وبتحل مشكلات كثيرة جدا تحل مشكلات في ما نلاقي مش لاقين حل للصفة هذه فبنجيب طريقة الهايفن طيب نيجي للي بعد المبني للمجهول احنا امامنا ساعه
ونص تقريبا هنحاول نعدي سريع، واكيد انتم هتفهموا الاشياء هذه موجوده في اللغه وفي اي مجال، ولكن هنركز ما يخص الصحافه. المبنى المجهول في اللغه العربيه يختلف في وظيفته عن اللغه الانجليزيه. في اللغه العربيه احنا بنبني للمجهول لاهداف. اول شيء لما يكون الفاعل مثلا مش معروف لنا او شأنه قليل لا نريد ان نذكره، او مثلا ما نقول ايه سرقت مثلا سرق كتابي. هذا مبني للمجهول، مش لازم اقول ايه سرق كتابي او سرق اللص كتابي، ما معروف مين اللي سرق، سرق كتابي. فاحنا بنترفع ان احنا نذكر الايه الاشياء المعلومه، او ممكن نترفع عن ذكر الاشياء غير المحببه كمان. هذا في المبني المجهول في اللغه العربيه. في اللغه الانجليزيه دائما بنستخدم the by phrase اللي هي جمله by. هذا مش موجود في اللغه العربيه. مثلا ايه my book was stolen by someone مثلا، او my car was sold by someone. فهذه مش موجوده كلمه by phrase في اللغه العربيه. احنا مش هنتكلم عن ترجمه المبني المجهول، هذا امر خارج الترجمه الصحفيه، ممكن تطلعون عليه في اي مجال اخر. لكن احنا عايزين نشوف وظيفه المبني المجهول في الصحافه نفسها، كيف ان هم بيستخدمون هذا. ممكن يعني دكتور فهد يعني مشاركنا فيه ان الترجمه الصحفيه ممكن يستخدم المبني المجهول لدعم وجهة نظر، أو مثلاً لإخفاء أجندة معينة، أو إخفاء الفاعل الحقيقي المعروف مثلاً. مثلاً لو شفنا المثال هذا اللي قدامنا، قتل 3 أشخاص على الأقل خلال مواجهات نشبت بين قوات الأمن والمتظاهرين. مين اللي قتل 3 أشخاص دول؟ ربما يكون قوات الأمن، أكيد قوات الأمن هم اللي بيقتلون المتظاهرين. فالصحافة بقى إذا كانت صحافة تدعم المظاهرات أو ضد المظاهرات، ستصيغ الخبر الصحفي بما يتلائم معها يعني. فمثلا لو قلنا at least 3 people were killed amidst clashes between the security forces and demonstrators، هنا بدأ احنا في المبني مجهولنا في اللغة العربية عمينا عن ما قلناش قتلت قوات الأمن 3 أشخاص كما أنها كما هي في اللغة الإنجليزية. نقطة جميلة دكتور، يسميها فاولر في فاولر اللي هو مؤسس العلم هذا المبني ايديولوجي ميديا ديسكورس بسيفايزيشن نومنالايزيشن. فالتسمية مثلا مقتل فغاب الفاعل واصبحت عملي موضوع الاكثر. شكرا لك دكتور على هذه الملاحظه. الله يبارك فيك دكتور فهد، الله يبارك. فمثلا لو قلنا بوليس كيلز ديمنستريتور، معروف ان البوليس كيلز ديمنستريتور. هذه لو كان الصحافه ضد البوليس وعنف البوليس وكذا، لو الصحافه هتقول نفس الخبر اللي هو بوليس كيلز ديمنستريتور، هتقوله ديمنستريتور كيلد باي بوليس، خففت شويه يعني الاوانيه واضحه جدا، بوليس كيلز ديمنستريتور. هنا فيها تعمد من البوليس انه يقتل المتظاهر، لكن الثانيه ما فيهاش تعمد اصلا. ممكن يكون البوليس قتله بالخطأ كده، يعني ممكن قتله بالخطأ. تمام، هل وضحت الفكرة الموجودة معنا؟ يعني أول واحدة بوليس كيلز ديمنستريتور، هنا في إن البوليس عمد إلى المتظاهر وقتله. لكن ممكن يكون الثانية تفهم بأكثر من طريقة، لأن هنا في باسيف ما نعرفش باسيف ده حصل له إيه يعني في سيارته يعني.
demonstrator killed by police. هنا ركزنا على اللوم على الدمنستريتر. هو اللوم كده عملنا فرونتنج الدمنستريتر ده هنا ركزنا عليه. ربما نلومه لكن هو برضه ما زال البوليس هو اللي خطره. في اللوم على البوليس اه لكن هنا اخف حده من الاولانيه. اخف اكثر ان احنا نلغي خالص البوليس ونقول دمنستريتر كيلد. وين اللي قتله ما نعرفش، ممكن يكون واحد ثاني من المتظاهرين قتله، وهنعرف هذا الامر في نهايه الحلقه لما نيجي في ازاي الايديولوجيا كيف الباسيف هذا يخدم اجنده الصحيفه او اجنده البلد اللي هو عايش فيها ويحولها من موقف الى موقف اخر خالص. هلا هنيجي ثاني لهذا الموضوع بعدين، بس بألفت نظركم سريعا عن دور المبدل المجهول في الصحافه. نيجي للخصائص المعجميه. الخصائص المعجميه عندنا اللغه بتكون فصحى عاديه، لكن ساعات في اللغه الصحفيه احد المظاهر اللي موجوده فيها في اللغه الانجليزيه انه بيستخدموا لغه عاميه كثير في الصحافه، يعني مش زي عندنا في اللغه العربيه احنا متحفظين جدا. فمثلا في المثال اللي امامنا كابس برايت كيلر اون لام، كلمه لام هنا لو بحثت عنها في القاموس هتلاقي انها مش مستخدمة في الـ مش فصحى، يعني هتلاقي لغة عامية درجة انها تعني ايش اونلام طليقا، طليقا يعني حرا لم يقبض عليه. يعني مثلا اللغة العامية قلنا انها دائما بيستخدمونها كثيرا في اللغة الانجليزية، وتنتقل من اللغة الانجليزية من اللغة العامية الى اللغة الفصحى مع مضي الوقت. يعني دائما اللغة الانجليزية تتطور بهذا الشكل، يستخدمون اللغة العامية وبعد كده بينقلوها إلى اللغة الإنجليزية الفصحى. وزي ما بيحصل في اللغة العربية برضو بتلاقي كلمات عامية ومن زمان جدا وبعد كده بتبدأ تجد يعني طريقها للاستخدام الفصيح بعد ذلك. نيجي تغير المعنى بتغير بشكل سريع جدا. فمثلا كلمة أي كلمة الآن، كلمة ساعة مثلا، كلمة ساعة قديما لم تكن كلمة ساعة اللي هي موجودة الآن بدأت تتغير معانيها، بقت ما كانتش ساعة اخترعوها أيام النبي صلى الله عليه وسلم اجلس بنا نؤمن ساعة، الآن بدأت معناها مختلف. كلمة صورة، لكن احنا في الترجمة الصحفية هتلاقي كلمات كثيرة برضو بدأت تغير معانيها. كلمة جيك، مين يعرف كلمة جيك؟ كلمة جيك مهووس، مهووس بإيش؟ ممتاز يا صح، مهووس بإيش؟ هل هي مهووس عامة كده أي واحد مهووس منه جيك؟ بالتقنية، ممتاز، بالدراسة. فجيك واحد، بنقول واحد جيك، هذه كلمة يعني ما كانتش مستخدمة بهذه الطريقة قبل ذلك، كانت نيجاتيف في السابق وبعد كده صحيح فعلا. وبعد كده بدأت يعني ايه بنقول واحد جيك دلوقتي انه واحد طول الوقت على الجوال وشغال وعلى اللابتوب حقه ما بيسيبه يعني. تمام. اللغة تتغير تغير سريع جدا في معانيها الصحفي في خاصة في الصحيح. لو نفتكر مثلا كلمة، ناخد كلمة عادية زي مثلا egg، كلمة egg، egg يعني ايش؟ بيض. تمام. كلمة egg بقت تستخدم في الصحافه ايجب. دلوقتي ايجب يعني ايجب الفعل هذا بيسموه يعني دونت ايجت اب، دونت ايجت اب، دونت ايجت اب يعني ايش؟
لما أقول واحد don't get up إيه يعني بيضة أوكي لما دائما هتلاقي الكلمات كثيرة جدا بتحول من كلمة من اسم إلى فعل بطريقة سلسة في اللغة الإنجليزية وبتعني معاني قريبة من المعنى الأصلي. يعني مثلا لما الواحد يعمل كيكة بيحط فيها بيض صح؟ لا رغد لا مش ممكن هذا بيحط بنحط بيض في الكيكة ليش؟ بيحط كيك في البيض ليش؟ البيضة في الكيك ليش؟ تنتفخ. فلما أقول لما أقول واحد don't egg it up don't egg the issue up لا تكبرها لا تبالغ ممتازة يا جلدان ممتازة سلمى لا تضخم الأمر ممتاز صحيح ممتاز صحيح هو ده صحيح هو بدأت اللغة بتتغير بهذا الشكل يعني بدأ بيضة حط البيض في الكيك بدأوا يقولوا وظيفة البيض في الكيك هو كذا خلاص بدأت دخلت في اللغة سريعا جدا انها تعني بهذا الامر. فالقضية ان اللغة كثيرا جدا بتتغير معانيها من تاخذ معاني مختلفة تتوسع او ممكن تتغير من معنى سلبي الايجابي او ايجابي السلبي يعني الشيء السلبي زي كان مثلا كلمة ايام شكسبير كان كلمة نايس كانت نيجاتيف بقى دلوقتي كلمة بوزيتيف وكلمة سيلي كانت بوزيتيف دلوقتي بقت نيجاتيف العكس تماما كلمة جاي مثلا كانت كلمة من 30 سنة كانت كلمة عادية جدا كانت معناها happy أو glad كلمة gay كانت تساوي كلمة glad حتى الشاعر Wordsworth عنده قصيدة وقال فيها poets حفظناها cannot be but gay صح؟ but gay حاجة زي كده poets cannot be but gay about كانوا بي بط جاي كابول لابد أن يكون الشاعر سعيدا يعني دلوقتي اختلفت تماما عن معناها فالشاهد أن اللغة بتتغير بسرعة كبيرة جدا وفي اللغة الإنجليزية أسرع مما هو في اللغة العربية لأن اللغة العربية في عندنا محافظة على تراثنا وعلى تقاليدنا أكثر من منهم في اللغة الإنجليزية. لا نبيل هذه ليست ترجمة صحيحة. لا تجد شعر إلا سعيدا معناها ويرسوس كان يقول كذا ليست معناها كذا كان لها معنى آخر معنى جلاد يعني أو هابي. هذا المعنى بيسموه السيمانتيك وايدنينج semantic shift يقولوا expansion semantic expansion meaning expansion كده هذا موجود في linguistics. الآن نذهب إلى المعاني الإحائية. المعاني الإحائية في عندنا نوعين من المعاني نوع مباشر ونوع غير مباشر. نوع المباشر اللي هو الكلمة الحقيقية لنفسها الكلمة الموجودة يعني مثلا كتاب هو كتاب قلم هو قلم لكن المعاني الإحائية المرتبطة بالكتاب أو المرتبطة بالقلم هي هذا اللي نتكلم عنه الحين. في سؤال من سوسن هل لا ومسمى قلنا أنه هو معناها semantic expansion أو انزياح الدلالي باللغة العربية هل التغير دائم يؤثر في طريقة الترجمة؟ طبعا يعني لو ما عرفناش لو إحنا بنبحث في قاموس قديم مثلا عن معنى صحفي في خبر صحفي دلوقتي ممكن ما يكونش صحيح فالاحسن ان احنا ان القاموس يكون ابديتد يعني ما ينفعش نستنى القاموس مثلا مثلا زي لينز مثلا القديم هذا اللي هو من 100 سنه او 150 سنه
ويليام لينز وناخده كل شيء. لازم نشوف نشوف الكلام هذا تغير ولا متغيرش. يعني ويليام لينز عامل قاموس كبير جدا من اللغة العربية الإنجليزية وممتاز جدا، بس هذا من 120 سنة ولا 100 أكثر، فما ينفع ناخده كده على طول، فلابد ان احنا نشوف شيء احدث يعني، او نشوف ان هذا المعنى يتفق مع اللي احنا بنستخدمه الحين ولا لا. زي مثلا هانز فير، هانز فير لو تسمعوا عنه، احنا كنا بنستخدمه في الكلية، كان هو اول شيء كان الاساتذة ينصحونا لازم نجيب هانز فير عربي انجليزي رائع، لكن ايضا قديم يعني من الاربعينات هو او من الخمسينات، ف لابد ان احنا برضو نبحث نشوف نشوف الاشياء اللي تحدثت ونطورها. المعنى الإيحائي الان لكل كلمه لابد ان يكون ضلال من المعنى، زي ما تكلمنا عن البوليس قتل والمظاهرات، ممكن تسمى باكثر من طريقه حسب من يسميها. ممكن نسمي المظاهره تجمع خارج القانون، نقول unlawful gathering، أو نقول شغب، أو نقول protest، أو نقول demonstration. هذه كلها مين بيسميها؟ اللي بيسميها الصحيفة اللي هي تجمع غير مشروع مثلا، صحيح تجمع غير مشروع. هذا لو الصحيفة المظاهرة نفسها، المظاهرة لو سمتها مظاهرة ممكن يكون ضد الصحيفة، يعني لما تقول تظاهرة ممكن الصحيفة كده مع التظاهرة. نعرف دائما لو قلنا تظاهرة معناها أن الصحيفة مع التظاهرة أو مع المظاهرة، لكن لو قالت unlawful gathering على طول نعرف أنها هذه الصحيفة ضد هذه التظاهرة. ولو قالتها رايت بقى تبقى مصيبة، هذه معناها ان مشكلة تستوجب التدخل العنيف، التدخل المسلح. فشيء واحد ممكن يطلق عليه بأكثر من معنى وأكثر من مقابل. فالصحيفة هي اللي بتحدد، هي المترجم بقى هو برضو ممكن يعمل له أجندة أيضا. المترجم ايضا له اجنده، يعني ممكن المترجم اذا كان مع هذا الامر مع demonstration فممكن يقول مظاهره، وممكن يترجم تظاهر demonstration الى ايه شغب، وممكن يترجم برضه موقفه المترجم ليس امين بعض الاحيان، يعني انه ممكن يدخل ويعمل ويغير. هتلاقي المترجمين كثير جدا بيتابعون سياسة الجريدة نفسها اللي بيكتبون فيها، وهنتكلم عن كيف دور المترجم مع الصحافة نفسها. يعني لما تيجي تترجم المترجم هذا ما بيترجمش لنفسه، يعني هو بيترجم لمؤسسة، فهو بيخدم المؤسسة، فهو بيشوف المؤسسة أجندتها إيه وبيمشي معها. اللي هنتكلمه الآن عن أجندة المؤسسة هنشوف كيف بيعكس المترجم هذه الأجندة. نعم ترجمة وظيفية هدفية فعلا يا نبيل. احنا هنروح على سريعا على بعض المظاهر، وهنيجي على ازاي ان المترجم بيخدم المؤسسة اللي بيعيش فيها او بيشتغل لها. خلينا في بعض المظاهر السريعة اللي احنا اتكلمنا عن بعضها. التكرار دائما موجود في اللغة العربية في الصياغة الصحفية أو في الصياغة غير الصحفية دائما، وبيسبب مشكلة كبيرة جدا في نقل المعلومة والترجمة الصحيحة كمان عامة. مثلا لو دخلنا إلى الترجمة هذه، درسنا وتعلمنا في جامعاتنا أن تخصص العلاقات العامة وتعريفه. أنا معلش أنا بنتغل معكم سريعا عشان ما فيش وقت، فاعذروني لأني فعلا يعني أشياء كثيرة محضرها أنها أعطيكم، ولكن باخد من كل فيلم أغنية زي بيقولوا. درسنا وتعلمنا في جامعاتنا أن تخصص العلاقات العامة
وتعريفه أنه هو همزة الوصل بين المنشأة وجماهيرها المختلفة للتعرف على رغباتهم وآرائهم تجاه سلعة أو خدمة معينة وتقييمها أو تعديلها أو إعادة تصنيعها أو إلغائها بالكلية. وتربينا مع أهالينا وأسرنا على أن التواصل وصلة الرحم وتعزيز المودة وصلة ذي القربة جزء من الدين. إما تجي ترجم ده ولو سبتكم ترجموه هيبقى صعب جدا وهناخد لغاية آخر اللقاء، لكن احنا هناخد ومضات سريعة نبحث عن المتكرر ونعلم عليه فقط عشان نترجمه. ايش الأشياء الأفكار المتكررة هنا بسرعة؟ الكلمات اللي متكررة نكتبها، درسنا وتعلمنا ممتاز تسنيم، درسنا وتعلم أهالينا وأسرنا ممتازة ممتازة نبيل. طيب درسنا وتعلمنا كيف نترجمها؟ من يترجم درسنا وتعلمنا وصلة الرحم في القرب ممتازة وجدان، درسنا وتعلمنا we learned ممتاز we learned بس خلاص انتهت. يعني هتقول we studied and we learned this is يعني بيسموه redundant، ف زائد عن الحاجة. احنا هنقول we learned خلاص. في جامعتنا ان التخصص العلاقات العامة وتعريفه انه همزة الوصل بين المنشأة وجماهيرها المختلفة تعرف على رغباتهم وآرائهم تجاه سلعة او خدمة معينة وتقييمها او تعديلها او اعادة تصنيعها او الغائها بكلية. وتربينا مع اهالينا واسرنا وجدان قالت فعلا هنقول ايه اهالينا واسرنا our families بس او our parents بشكل قريب يعني our families اوكي. رغبات واراء نقدر نختصرها، هل الرغبات هي قريبة من اراء رغباتهم وارائهم؟ واحد عنده رغبة وعنده رأي قريبة جدا على فكرة، يعني ممكن نختصرها فعلا يا تسنيم، رغبات وآراء قريبة في المعاني. فهذه ممكن بدل ما نقول desires and views ممكن نقول views هي بتعني desires. ممتازة ممتازة يا وجدان. الآن في تكرار وكمان في اضافه في اضافات، يعني ساعات الخبر الصحفي يبدا هكذا هذا وقام السيد الرئيس بزياره او هذا وقام جلاله الملك ب كيف نترجم هذه الاشياء لما بتبدا الفقرات هكذا وهذا واما بعد بتشوفوها في الاخبار ولا لا بتشوفوا هذا بتبدا الاخبار إلى ذلك مثلا نعم. طيب كيف نترجم هذه الأشياء لما أقول هكذا هذا وقد قام السيد الرئيس اليوم بزيارة إلى جمهورية مثلا كذا هذا وقد ذكر الخبر هكذا انتقلت المظاهرات إلى الساحة الرئيسية للبلدة مثلا هكذا أو أما بعد فقد وردنا. كيف هنترجم هذه الأشياء؟ مين عنده فكرة؟ اللي هي الكلمات الافتتاحية هذه اللي عنده فكرة يترجمها في الشات. consequently سارة نبيل with respect سارة برضو اعتمد على السياق. طيب بس كده في حد عنده تاني؟ بعضها تحذف يوسف. طيب اقول لكم احنا كلنا هنحذف هذا كله، هذا كله وجالك احذفه. لا هنحذف ده كله يعني ما تترجمه. ليش؟ لان اللغه العربيه هذه بدل البنكتويشن مارك هي بدل علامات الترقيم. يعني مثلا لما يكون عندنا خبر صحفي بننتقل من جمله الى اخرى ومن فقره الى اخرى. في اللغه العربيه
يعني قضية علامات الترقيم هذه ليست مشهورة لأنها اللغة العربية يعني دائما تميل إلى الشفاهة أكثر، فهي اللغة العربية كانت في القديم كانت مثلا القرآن الحديث الكتب كلها أملية كانت شفاهة ثم تكتب، حتى كانت البنكشيشة مش كانت غائبة من النصوص القديمة ولا تجد أبدا علامة ترقيم في النصوص القديمة الكتب القديمة، نتكلم على مثلا الرازي مثلا القرطبي القديم، ما تلاقي ممكن صفحات تلاقي في آخر الصفحة ألف هاء انتهى وخلاص، لكن فاللغة الإنجليزية أيضا بدأت هذه العلامات القيم مثلا يعني في من كم قرن لكن يعني سبقتنا إلى علامات الترقيم، فبدأنا نأخذ فعلا يا تسنيم علامات ترقيم للغة الإنجليزية، ولكن علامات ترقيم للغة الإنجليزية ليست مشهورة بين الناس علامات ترقيم في استخدامها، وليس هناك فيها اتفاق بين الفاصلة والفاصلة المنقوطة، كثير جدا بيستخدموها for decoration، يعني بيستخدموا يخلطون، صحيح يخلطون فعلا بين علامات الترقيم هذه، حتى لو انا عملت الترقيم زي الانجليزي ممكن ما يتفهمش للناس. فالشاهد فبداوا يعملوا كلمات تعوض هذه البنكشن مارك، مثلا الانتقال من فقره لفقره بيقولوا اما بعد، انتقال من جمله لجمله او من خبر لخبر هذا و، يعني انتقال من فكره لفكره بيقولوا هذا و، هذا وقد قام بينتقل من خبر لخبر او من فكره الى فكره فبيقول هذا و او هكذا او اما بعد، هذه الاشياء هذه كلها لو عملناها بوكشن ماركس تكفي، لكن لو انت عملتها كونسيكونتلي سبسيكونتلي والاشياء هذه كلها لا تبدو انجليزيه، تمام؟ فالواضح ان احنا نستغني عن هذه الاشياء في الخبر. ننتقل سريعا، في اشياء كثيره جدا نستغنى عنها زي حاجات زي ان و اللي هي التوكيد، هذا التوكيد في اللغه الانجليزيه العربيه كثير جدا، نقول ان الرجل وان ولقد، وهذه كلها يعني مثلا الجمله الخبريه في اللغه الانجليزيه بنقول مثلا the man is dead، الرجل ميت، مش لازم تقول ان الرجل ميتا، هو الجمله الخبريه، هو هذه في فرق في الثقافه في اللغه العربيه واللغه الانجليزيه، في الثقافه في اللغه العربيه واللغه الانجليزيه ان التاكيد، يعني في واحد اسمه رافائيل باتاي عمل دراسه تحليليه عن هذه الظاهره اللي هي التوكيد، هذه بيقول ان التوكيد اكثر استخداما في اللغه العربيه، ان ومثلا لو انت تكلمت مع واحد وقلت له مثلا ان الايه ان النتيجه ظهرت، ممكن ما يصدقكش، ليش تقول له والله النتيجه ظهرت، بصدق النتيجه ظهرت، حقا النتيجه ظهرت، ان النتيجه ظهرت، يعني بتدي له اشياء تؤكد، تضع كلمات، او كلما زاد المبنى زاد المعنى كما يقولون في اللغه العربيه القديمه، كلما زاد الكلام زاد التاكيد، فما تقول له النتيجه ظهرت كده ممكن اقول انا جاي بكره، انا جاي بكره ان شاء الله، بالتاكيد جاي بكره ان شاء الله مثلا، لكن هو يقول لك I'll come tomorrow خلاص انتهت، يقول لك جمله خبريه مثلا ايه مثلا ايه احمد جاء امس، فهنا الخبر في اللغه الانجليزيه صياغته ستريت فورورد شورت كات، بيدي خبر مش لازم يقول يحلف، لازم مش لازم يحلف عشان تصدقه، يعني ما عندوش الكلام ده، لكن عندك لازم عشان واحد يقول لك خبر وقال لك خبر كده على طول كده عابر ممكن ما تصدقوش، لكن لازم يحلف لك
أو لازم يأكده أو لازم يتكلم عنه شوية ويزود شوية عشان يثبت في مخك. هذه قضية مش معناها إن اللغة هي السبب، لكن هي العقلية اللي احنا بنتعامل معها، التنشئة. هو اللي قال كده رافائيل بطايا يعني. يحتاج دراسة سهلة فعلا. لو انت قرأت هذا الفصل كامل عن هذه القضية، ازاي ان اللغة والبلاغة نفسها كمان، ان احنا عندنا ان احنا نبالغ في الكلام اكثر من اللغة الانجليزية في المبالغة يعني. يعني مثلا خبر بسيط مثلا تلاقيه انه كلمة بسيطة تلاقيها، اما نقول مثلا ايه صباح الخير، اما نقول واحد صباح الخير ما بنقولش صباح الخير بس. هل حد بيقول صباح الخير وحد بيرد عليه صباح الخير بس؟ نقول صباح الخير، الله يسعد صباحك، صباح الفل، صباح الورد مثلا. مش بس كلمة، لو انت قلت لواحد صباح الخير وقال لك صباح الخير تحس انه جاف مثلا، رسالة ورد غطاها كده، او كلمة ورد غطاها. لكن هو في الانجليزية يقول لك مثلا جود مورنينج جود مورنينج، خلاص مورنينج مورنينج. لكن احنا في عربي لا، لازم ايه نطول شوية. مثلا ايه ما نقول واحد شكرا، ما بقول شكرا بس، اقول لك شكرا الله يكتر خيرك. يعني هذه قضية موجودة في عرف ثقافي زي ما قال نبيل يعني. فهذا برضو في الترجمة بيأثر يعني. خلينا ننتقل، ازاي ننتقل من جملة لجملة؟ هنتكلم عن بعض الكلمات، عن بعض التراكيب، عن المعاني. هناخد سريعا كيف ننتقل من عبارة لعبارة او من جملة لجملة. لما نعمل اشارة لجملة او ننتقل من جملة الى اخرى او من عبارة اخرى، ناخد الاول المثال اللي قدامنا، register as a new user، للتسجيل كمستخدم جديد على كل متقدم ومتقدمة لأي وظيفة معلنة، أن ينشئ مستخدما جديدا من خلال الضغط على هذا. الأسلوب العربي اللي موجود في اللغة الإنجليزية لما نيجي نترجم، to apply online the applicant should create his her own account through clicking the register as a new user menu. بعد كده كل الجملة الثانية، يجب على كل متقدم متقدمة، مش شرط نكرر نفس الشيء او نفس الكلمة، ممكن نستخدم ضمير. اول شيء ان احنا ممكن نستخدم الضمائر لاستبدال الاسماء. يعني هتلاقي في العربي ممكن يكرر الاسم هو 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 هو، ممكن احنا في لما نيجي نترجم اول شيء ان احنا نبدل الاسم بضمير. تمام. يبقى اول افتح الشات بوكس عشان اخد بالي من الحوارات. تمام. في حد عنده مشكله؟ كله متابع؟ تمام. تمام. يبقى اول شيء ان ممكن المترجم حينما ينتقل من عباره من جمله الى اخرى او من عباره عبارة ويلاقي الاسم هو هو، ممكن يستبدل الضمير. ده اول واحد، هذا معروف في علم اللغه وبيسموه في الكوهيجن والكوهيرنس موجود. طيب ثاني شيء ممكن التكرار. التكرار تكرر الكلمه هي هي، وهذا من احد انواع الربط بين الجمل، انك تكرر الكلمه هي هي. لاحظت في الجمله هنا مثلا ان احنا كررنا كلمه weapons weapons weapon بشكلها هي هي كما هي باللغه العربيه، باللغه الانجليزيه اسلحه اسلحه اسلحه. هذا نوع ثاني من الربط ولكن بدرجه اقل. نيجي هناك في تكرار مركب، بنكرر نفس الكلمه ولكن بشكل اكثر تركيبا او بشكل اكبر. يعني لو نلاحظ في النص الانجليزي كلمه planet اللي هي في بالبولد هذه وplanetary في البولد برضو هي هي نفس الكلمه في اللغه الانجليزيه، كوكب
كوكب أو كويكب هو نفس الكلمة المعنى، لكن كررنا نفس الكلمة بشكل ثاني، زي ممكن ويبن، ممكن نقول ويبنري برضو سلاح، أسلحة أو سلاح، هي ويبن ويبنري، بتكرر الكلمة بشكل آخر من نفس الكلمة بنفس المعنى. هذا النوع الثاني. يبقى أول شيء الضمير، نستغني عن الكلمة الاسم بضمير، أو نكرر الكلمة كما هي، أو نكرر الكلمة بشكل نفسه بس مركب زائد، يعني بسموه complex repetition. والأمر الثالث إن إحنا من parallel structure. parallel structure يعني نبيل بيقول التنوع والبعد عن الملل، يعني إن إحنا بننوع فعلا لما نيجي ننوع أنواع الكلمات هذا مفيد. وهذا هيعطينا حاجة اسمها parallel structure أو السياقات أو التركيب الموازية. لما يكون عندي في اللغة العربية مثلا زي وبينما يجد الكثيرون صعوبة في هذه الفكرة فإنها فكرة مثيرة، هنا في تكرار في اللغة العربية، تمام، وهي نفسها نفس الكلمة. لكن في لما نقول في اللغة الإنجليزية while many will have difficulties with this idea it's an interesting idea، هتبقى مملة جدا في اللغة الإنجليزية. فالأفضل إن إحنا نعمل إيه؟ to give the meaning in a different form، زي ما قال نبيل التنوع. إحنا إيه الفرق بين idea و point؟ هي نفس المعنى يعني. فأنت لو قلت باللغة الإنجليزية حافظت على كلمة فكرة بينما يجد الكثيرون صعوبة في هذه الفكرة فإنها فكرة مثيرة، وقلت بالإنجليزي while many will have difficulties with this idea it's an interesting point idea it's, it doesn't work in English that way right. النص الإنجليزي يفضل تعدد المرادفات صح عند التطرق للنقطة حتى لا تسلم. ممتاز يا يوسف، هي فعلا كده. يبقى هذه النقطة، يبقى ثالث رابع أمر هنا نحن إيه؟ إن إحنا ننوع المرادف. أنا عمري ما لقي كلمات هي بحاول إن أنا إيش أعطي بعض الأشياء القريبة بحيث إن لا يمل القارئ، لا يمل يعني، ولا أحس إن في ركاكة. أما اللغة العربية بتحرص على تحقق المعنى دون تشتت القارئ في تعدد الكلمات. صحيح يا يوسف، فعلا نقطة صحيحة. الأمر الآخر المهم جدا اللي هو شيء اسمه ellipses، هو بالحذف. نحن بنحذف بعض العناصر اللي هي موجود ودلالتها في النص بحيث لا يخل المعنى. هناخد النص الأول، بعض الحيوانات تأكل اللحوم مثل سباع الحيوانات كالأسود والذئاب، وبعض الحيوانات يؤكل لحمها مثل الأغنام والمشية. النص العربي ما فيهوش مشاكل. Some animals eat flesh. For example, wild animals such as lions and wolves. Some animals whose flesh is eaten. For example, sheep and cattle. لكن التركيب في اللغة الإنجليزية في بعض التكرار وممكن يفهم، يمكن يختصر يعني. ممكن يحصل فيه ellipses. لو قلنا نحذف وقلنا some animals eat flesh، مين هم الانيمالز دول؟ lions and wolves. some are eaten وبعضها يؤكل لحمها، ومين هم الانيمالز دول؟ sheep and cattle. هو نفس الفكره اللي في الجمله الاولى، لكن احنا لو ما خدناش بالنا من المساله اللي هي ان هي المعنى وحده المعنى، وان احنا لما نقول مثلا لو حافظنا على المعنى في اللغه الانجليزيه بالشكل بعض الحيوانات تاكل لحوم some animals eat flesh مثل for example
طب ما احنا لو شلنا فور اكزامبل هذه بعد الكوما معناها ان لاينز ان وولفز هم اللي هي ان وولفز هي معناها فور اكزامبل. ومش لازم نقول سم انيمالز اجين وبعض الحيوانات تاني, نقول سم نحذف كلمه انيمالز. يؤكل لحمها ار ايتن مثل الاغنام والمشيه. فاللغه العربيه لو مشينا we could even use while others ممكن صحيح ممكن نقول while others ممكن نقول while others are eaten صح. اختصار ممتاز ممتاز. مين قال وجدان ممتازة وجدان. فالشاهد ان المعنى من المستوى المبتدئ هيمشي ويمشي كلمة كلمة, لكن انا عايز يركز على المعنى ويعمل حذف للعناصر اللي هي يمكن ان احنا نستنتجها من المعنى نفسه من الكلام نفسه. فهنلاقي ان احنا حذفنا الاشياء اللي في اسفل الشريحة هنا for example حذفناها, wild animals كلمة animals حذفناها, such as حذفناها, animals حذفناها, whose حذفناها, قلنا يؤكل لحمها او eaten قلنا eaten are eaten والنش لحمها والنش لحمها whose flesh قلنا eat على طول. لما قلنا whose flesh is eaten يؤكل لحمها, تم ما نقول eaten معناها انها بتؤكل بلحمها. نبيل مش فاهم بتقول مباشرة يعني ايه مباشرة؟ can we use edible instead of eaten؟ edible يمكن اكلها؟ ممكن يمكن اكلها. some animals are edible okay صح؟ some animals are edible okay تمام. are wolves نبيل قال wolves others are ممتاز. يعني القضية اللي ترتبط بالحرف يعني ما نقول وبعض الحيوانات يؤكل لحمها, لحمها مش لازم تقولها, ما يؤكل معناها ان لحمه يتاكل يعني. and some are eaten تمام. طيب نيجي بقى للترجمة والايديولوجيا اللي احنا اتكلمنا عنها سريعا في الباسيف, وانا هترك لكم ان شاء الله شويه هنعطيكم 10 دقائق او ربع ساعه اسئله في النهايه, بس هحاول امشي سريعا بقى تستحملوا معي بسرعه نمرات سريعه. ولا نلغي الاسئله؟ هل تحبون فقط اسئله ولا هل في حد عنده اسئله عايز يقولها في اخر اللقاء ولا نلغيها ونكمل شرح نكمل المحتوى؟ عبد الملك طيب خلاص نكمل المحتوى. يبقى الاسئله اللي عنده اسئله واحنا بنقول يكتب في الشات نكمل المحتوى. طيب نكمل المحتوى افضل. تمام خلاص نكمل المحتوى خلاص. بالنسبه للترجمه والايديولوجيا لو فاكرين هتكلمنا على ازاي ان البوليس قتل البوليس killed demonstrators و demonstrators killed by police أو demonstrator killed بس. الصحيفة أو المنفذ الإعلامي بيخدم أجندة معينة. لو نظرنا إلى بعض التصريحات مثلا اللي موجود قدامنا ده محمود عباس إنهم يهاجموننا وأرضنا كل يوم لمن نشتكي, مجلس الأمن لم يبالي بنا إلى أين نذهب. هذه الجملة أو هذا المقطع ترجمته The Guardian وترجمته The New York Times. لاحظوا الفرق بين الاثنين, هنناقش الفرق بين الاثنين الآن. ودكتور فهد معنا يشترك معنا. شوفوا إنهم يهاجموننا وأرضنا كل يوم. هنا محمود عباس بيستخدم لغة
ويتهم إسرائيل بأنهم بيهاجموهم أشخاصهم وبيهاجموا الأرض كمان كل يوم. لمن نشتكي؟ نروح نشتكي لمن؟ مجلس الأمن لم يبالي بنا، إلى أين نذهب؟ نيجي بقى نشوف فرق الترجمة بين الجارديان والنيويورك تايمز. أنا أديكم فكرة على الجارديان والنيويورك تايمز. الجارديان هي تعتبر ليفتست يعني من اليسار يعني، وهي معارضة يعني جريدة معارضة يعني، ومسامش هو بيقولوا سنتر ليفتست يعني مش قوي ميلة يعني، لكن هي تبع اللفت اللي هم اليسار. ونفس الكلام نيويورك تايمز ليفتست برضو يعني، الاثنين بيشتركوا في نفس التوجه. لكن المشكله ان السياق الجغرافي اللي عايشه فيه ذا جاردن، جاردن جريده انجليزيه ونيويورك تايمز جريده امريكيه، هي بتعتبر الجمهور يعني الصحيفه بتخاطب الجمهور اللي موجود عندها يعني، مثلا جاردن بتخاطب الجمهور الانجليزي الموجود بيتكلم اللغه الانجليزيه وعايش في بريطانيا، دي الاولويه عندها. النيويورك تايمز برضو نفس الكلام. فالاجنده السياسيه البريطانيه تختلف عن الاجنده الامريكيه فيما يخص القضيه الفلسطينيه، ولذلك دائما احنا بنخلط الاوراق لما ننظر الى الاحداث الحاليه ونربطها بالماضي. يعني مثلا الاجنده البريطانيه في الماضي كانت مختلفه عن الان. هي فعلا وعد بولفور وهي اللي دعمته انجلترا، وهي اللي يعتبر السبب الرئيسي في الكيان الصهيوني اللي او عامل كانت عامل فيه، لكن اختلفت توجهها السياسي الان تماما. وكانت اللغة اللي وحتى في مجلس العموم البريطاني دايما هو في قضية حل الدولتين، هو عايز دولتين. الآن البريطانيا في بتريد حل دولتين، ودايما بترى ان القضية الفلسطينية لن تحل الا بالطريق السلمي وبالدولتين. القضية الفلسطينية امريكا لا، ما كانتش في سنة 2014 ترى هذا الأمر يعني، ما كانتش عايزة دولتين، هي دايما بتميل لصف إسرائيل. فكانت لأن اليهود هناك اللوب اليهودي الصهيوني متوغل كثير جدا فيه، وخاصة في الصحيفة هذه النيويورك تايمز. هتحسوا هذا في الخبرين نفسهم. هتلاقي مثلا في The Guardian The Attack Us، شوف The Attack Us and Our Land Every Day، ركزوا على Us انهم بيهاجمونا، فهذا very emotional يعني. وركزوا على Our Land و To whom are we to complain، هنيجي لها بعد كده. لكن نقارن الجزئيه هذه الاول مع نيويورك تايمز. قالوا there is aggression، هناك اعتداء. practice against our land and our country، ما قالوش us، ما فيش اعتداء اشخاص، قالوا على our land، ما تكلمش في ضحايا ولا في ناس بيعتدى عليهم، لا اللاند بس. التانيين قالوا us اللي هو ممكن يكون فيها هجمات على الناس نفسها. النيويورك تايمز عملت نومنايزيشن، اتكلمت على ما اتكلمتش على الفعل نفسه، عملت اسم there is aggression مالوش they attack فعل، الفعل طبعا فيه اكشن، لكن هلو في there is aggression. والاعتداء ده ممكن منسوب لمن؟ نومنايزيشن. هنا في نومنايزيشن فعلا، هنا نومنايزيشن. كما دكتور فهد قال منسوب لمن؟ ما فيش حد منسوب لي هنا، لكن المنسوب الثاني they attack us، معروف مين اللي بيهاجم، اللي بيهاجم they attack us يهاجموننا.
مين هم اللي بيتكلم عن اللي تكلم عنه في السياق اللي هو محمود عباس قال عن اسرائيل، فهو قال الاسرائيليين بيهاجمونا، فدول قالوا there is aggression. ممكن الاجريشن ده يكون اي واحد يقوم به، ممكن يكون حماس هم اللي عاملين الاجريشن. يعني ممكن المتلقي في امريكا يعرف انه ممكن حماس هم اللي عاملين الاعتداء هذا من خلال النص هذا there is aggression. مين اللي بيقوم به؟ ممكن هو بيضربوا بعض يعني، ممكن بيعتدوا على بعض. النقطة الثانية في نفس الجملة to whom are we to complain؟ ما يقابلها في اللغة في الصحافة الثانية where shall we go؟ سوري ما فيش هنا، ما فيش هنا. طيب لكن هنا the security council let us down، where are we to go؟ where shall we go في نيويورك تايمز؟ هتلاقي في اللغة في السياق الخبر في الجارديان where are we to go فيها إن مفيش، إن فيها هنا بيعطي انطباع إن مفيش مجال تاني إن يذهبوا في إيه. هنا مفيش مكان تاني يذهبوا إلى، هم هيروحوا وين؟ لكن الثانية بقول where shall we go إن ممكن عندهم خيارات، عندهم خيارات، لكن هنا ما عندهمش، مضطرين وين يروحوا، فيها إلزام أكثر. هنا شفت صياغة الخبر من صحيفة لصحيفة، نفس الخبر نفس الكلام ممكن يوضع بصيغة مختلفة تماماً تخدم أجندة الصحيفة. أنا اختصر بس بعض. طب في واحد يقول الخطاب في الجارديان توحي أن هناك مشكلة وأنهم لا يستمعون إليهم. نعم الخطاب في الثانية توحي كأنهم محتارين، صح محتارين مش عارفين يروحوا فين، عايزين واحد لهم فعلا. صحيح ممتاز يا يوسف. هنيجي ل هنلخص بس بعض الطرق النقل، وهذه المفروض هذه مكانها خطأ، يعني المفروض مكانها قبل في الصفحة السابقة، يعني هذه قبل الترجمة الأدبية. سوري النقلة هذه هناخدها كده نظبطها. تمام كده زبطت. هذه كان خلاص احنا عدناها، لكن ما ينفعش اقطع الحبل افكارتك ونرجع لها مرة تانية. نيجي بقى نشوف مثال ثاني. انا هسيبكم تقولوا ايه اللي فيه. ان امريكا وحلفائها خائفون ضعفاء عاجزون، وبين هذا الخوف والضعف والعجز نراهم بالفشل يتخبطون. هذه كلمات ابو بكر البغدادي اللي هو كان زعيم داعش عن العراق، لما كان في العراق في خطبته اللي قالها. ركزوا معي في هذا لو سمحتم. أبو بكر البغدادي اللي هو كان زعيم داعش قال في خطبة من 15 دقيقة وكان في العراق، قال هذه العبارة: إن أمريكا وحلفائها خائفون ضعفاء عاجزون، وبين هذا الخوف والضعف والعجز نراهم بالفشل يتخبطون. النيويورك تايمز ترجمتها بطريقة، والجاردن ترجمتها بطريقة. مين يقول لي إيش اللي حصل في الصياغات الاثنين دول؟ صياغتين. الأولى استخدمت
ويسي لتبين أن هذه وجهة نظره هو وليس ممتاز يا تسنيم. ما شاء الله عليك ممتاز. الأولى نيويورك تايمز استخدمت وجهة نظر هو هي عملت فور جراوندينج، يعني قدمت كلمة وي سي في مكان في الأول عشان تبين إن هم وجهة نظر. هذه ليست صحيحة، هذا وجهة نظر البغدادي وهذا رجل ضعيف وجهة نظر. لكن الجارديان عملت وجهة نظر مختلفة تماما. ليش؟ حد يعرف ليش الجارديان عملت كده؟ ليش الجاردن عملتها ستيتمنت وما كتبتش وي سي وكتبتها بالطريقة هذه؟ تيار سياري معارض نعم، لكن في حاجة تانية، ان ان القوات لما انسحب القوات البريطانية والأمريكية سنة 2014 انسحب، لو تذكرون انسحبت القوات البريطانية تماما من العراق، وكان انسحبت برضو القوات البريطانية الأمريكية ورجعت تاني. يعني كان في سنة قبل كانت 2011 أو 12 كان انسحبت القوات، وبعد كده أمريكا رجعت تاني لوحدها وبريطانيا ما رجعت معها. مش عارف لو انتوا فاكرين أحداث الأحداث. صحيح. نعم. صحيح دكتور. After Iraq inquiry, yeah, the British army was forced to leave Iraq. By the public. تفضل. يعني بريطانيا، القوات البريطانية سابت العراق بناء على تفاهمات، ولكنها وجدت أن أمريكا ظلت واستمرت، و شافت ان هذا الامر غير صحيح، لانها يعني كانت تريد ان تشارك معها الكعكة. يعني هي ليست بريطانيا تعمل ذلك لانها يعني تناصر الحريات لا، هو كانت تريد ايضا ان تشارك الامريكا في النفط هناك. حتى قالها أبي زيد لما قال we're not there for to get the figs، اللي هو احنا مش رايحين ناكل تين هناك. يعني قالها كده، لو كتبتوها على الانترنت. فيعني ان الموضوع كله يعني مصالح. فالأجندة البريطانية بتقول عايزة تظهر أمريكا انها من غير بريطانيا ضعيفة، وانها قاعده لوحدها هناك ضعيفه، فلازم ياخدوا معاها. يعني هذا معنى الخبر يعني كما اراه، يعني وكما اصلا تدل عليه المواقف البريطانيه بعد ذلك. يعني دكتور نعم لو سمحت لي بس اضيف، Guardian is a left wing press. صحيح. And they currently their own policy is about يعني not to interfere anymore in Iraq. صحيح. So it's a way of practicing their own sociopolitical agenda. صحيح. هذه أحد الجوانب. صحيح. إن الجاردن ما هي برضو نيويورك تايمز ليفتست، بس هي تخدم المصلحة الأمريكية برضو. يعني هي مش معنى جاردن إنها ليفتست إنها إندبندنت، ما عندهاش أي تأثير من الجمهور ولا من لأنها في شيء بتتأثر به من خلال العيش اللي عايشها هناك، او الشيء يعني inherent، يعني مستحيل تنفك عنه. واتكلمت عنه مونا بيكر في كتابها اللي هي conflict، اللي هي سموها الكتاب نسيت اسمه 2006، مش فاكر اسم الكتاب، بس بتكلم على ان في حاجة اسمها narrative معينة بتعيش مع الإنسان تاريخية ما يقدرش يغيرها. يعني هو تعلم وتربى على كذا وثقافته كذا، فمستحيل يغيرها. يعني خلاص احنا عرفنا ان شيء صواب
منذ صغرنا، فبقى شيء يعني inherent. فالقضية ان احنا لابد ان احنا نلاحظ هذه الفروق في الصياغة. طيب نيجي خبر تاني كبير جدا، ولكن انا مش هتعرض ليه، كفاية اللي احنا قلناه هذا. ناخد ترجمة الاعلانات، نوع تاني من الصحافة. عندنا ربع ساعة، ربع ساعة الصحافة ليست فيها بس أخبار صحفية ولا فيها هيدلاينز، ما فيها أنواع كثيرة زي ما قلنا، فيها الموضة والأزياء والإعلانات والأشياء هذا كله. هناخد مثال، هناخد نوعين من هذه الأنواع الصحفية حتى يعني نكون مركزين مع بعض. ترجمة الإعلانات، الإعلانات طبعاً تغطي الصحافة والإعلام والصحافة والتلفزيون، وزي ما قلنا في الأول إنها لازم هي operative، يعني بناخد الطريقة اللي هي لا نركز على الفورم ولا المعنى، إحنا بنركز على الـ how to influence، إزاي نأثر على الجمهور. في مظاهر كتيرة جداً الإعلام بتستخدمها، الإعلان اللي قدامنا على مستوى الصوت مثلا، هذا عنوى إعلان عن stress protect spray في ميل، هذا extra deodorant protection against stress sweating and body odor. المترجم في الصحيفة stress protect spray للمرأة، هنلاحظ ان ما ترجمه المنتج، ما ترجمه المنتج، ترجمه توصيف المنتج حماية إضافية للمزيل عرق من عرق التوتر وراحة الجسم. كتبوا هنا ليش ما ترجمه المنتج، هل ينفع أنها نترجم المنتج؟ السؤال للجميع، هل ينفع نقول stress protect spray، نقول مثلا بخاخ يحمي من الضغط مثلا؟ بالضبط كده سارة، اسم الماركة ما ينفع نترجمها، اسم الماركة كما هي كاسم البلد stress protect spray تمام. هنا بس والمشكلة لو ترجمنا الأسماء نسوي لها نقحرة تمام، اللي ننقلها صوتيا فعلا، لأن لو لازم نخلي بالنا من نقحرة من اللي ننقل صوتي، بس إذا نقلنا صوتي نخلي بالنا إن الكلمة موجودة في اللغة الأخرى بمعنى مش سلب، مش إيجابي، معنى إيجابي مش معنى سلب. يعني مثلا بيسموها full friends أو full أمي، الأصدقاء غير الأوفياء. لو ترجمنا gift اللغة الألمانية، في اللغة الألمانية كلمة gift معناها poison، في اللغة الإنجليزية gift هدية present. القضية اللي أنا عايز أقولها إن ممكن الكلمة تعطي معنى مختلف لو كتبناه صوتيا، لازم نخلي بالنا منه، لازم نخلي بالنا منه. كلمة هاجر في دينش معناها شاركس، يعني سمك، اسماك قرش، هما بيقولوها هاير طبعا. كلمة هند في اللغة الإنجليزية ما بيقولوهاش هند، بيقولوها ايش؟ هايند، شارك. شارك صح، مين بيكتب شارك؟ صح، هاجر في دينش، لغة دينش معناها شاركس، بالإي آر شارك وبالإي آر شاركس الجمع والمفرد دينش. في اللغة الإنجليزية حتى كلمة هند، لو كتبت كلمة هند بالآي هيقولوها، هينطقوها ايش؟ هايند، ما
مش هيقولوها هند. وهايند باللغة الإنجليزية معناها إيش؟ خلف، رير. هايند، هايند ليجز، رايت؟ أكيد عارفينها، في قاموس هتشوفوها هايند يعني إيش؟ يعني كلمة الكلمة اللي قدامكم باللغة الفرنسية هذه كيف هننطقها باللغة الفرنسية؟ بشيء بشيء بشيء، هنقولها بشيء. طب باللغة الإنجليزية هذه سوفت درينك على فكرة، هذه مشروب في فرنسا اسمه بشيء، ليمون فيزي، فيزي درينك هو يعني سباركلينج درينك، مشروب غازي بسموه بشيء. لكن هذا المشروب ما ودوا انجلترا، لان لو ودوا انجلترا هيتنطق ايش؟ حد يعرف يكتبه في صح؟ ممتازه تسنيم، لان البي اس، البي اس هذا اي بي يجي بعدها اس في اللغه الانجليزيه ما بننطق البي، زي مثلا كلمه سايكولوجي، سايكولوجي ما بننطق البا ساوند. فالانجليز دائما هينطقوا كلمه الكلمه دي الى الكلمه اللي هي مش كويسه، فالمشروب لن يباع في السوق اصلا زي سايكولوجي فعلا. تمام، ممتاز تروليد. جيف وتشيف دي بتسوي دي في وضح تروليد ايش الكلمه. هو السائل ما ادري سامعيني الان؟ عم سامعينك. نعم، اللي هو تبع الغسيل ده، تنظيف. هو مشهور عندنا جيف. احنا نعرفه كله جيف. لكن في بريطانيا ودول اخرى كثير حولوه الى سيف. سيف. لانه جيف ما ينطقونه، في بعض الناس ما تنطق الجي، ينطقوه يف. يف. فقال لك افضل نغيره الى سيف، لكن عندنا ما غيروه. لانه سيف عندنا دائما، معليش على الكلمه، تأتي مرتبطة بالتراب، فمعليش يقول سف تراب مثلا. فما ما غيروه، غيروه في كل العالم إلا عندنا خلوه على الاسم القديم اللي هو جيف. حتى ما يقولوا الناس يعني، هذا من الخطورة فعلا. شكرا دكتور. شكرا دكتور. أنا أعطيكم لستة من الـ products كانت عملت مشكلة، وهذا كتاب كنت قرأتي في International Communication اسمه International أو International Marketing، في الماركتينج يعني. فجاب بعض الأسماء اللي عملت مشكلة زي كلمة مات، كانت اسم product غيروها عشان كلمة مات بالعربي معناها مات دايت، فغيروا المنتج السلعة إلى اسم آخر. سكراتش، سكراتش كان منتج لشامبو الألماني، فتخيل شامبو اسمه شامبو، أو بس سوري منظف، منظف اسمه سكراتش، خل واحد يعني يهرش يعني، حدش هيشتري أبدا. كيو توث بيست، هنا هي كلمة كيو دي بالفرنسي، هذه فرانش كيو in فرانس which means this is very negative and offensive. فما ينفع يعني يكون toothpaste معجون أسنان ونسميه بهذا الاسم يعني. سيك فرنش سوفت درينك، واحد هيكون هذا مستحيل يسمى في اللغة الإنجليزية بهذا الشكل، يجيب المرض يعني. زي ما قلنا بشيء ليلة بالفرنسي سوفت درينك. كريب، شوف ايرش ميست، الجيرمن ميست مين مانيا، بام بونكا، شوف يعني this list I got from a book which is called International Marketing. I'll give you the link of the book later. The point is you need to القضية انك لازم تعرف ان الكلمة دي كيف تنطق في اللغة الاخرى، بحيث انك ما تعطي كلمه سلبيه. يعني مثلا كلمه انس
أنس مثلاً كان في ناس بتكتبها باليو A-N-U-S وهذا حدثت في بعض الأشياء وهذا شيء مشكلة. حتى لو قلنا أنس A-N-A-S برضو مشكلة، يعني لو قلنا A-N-U-S مشكلة، أنس A-N-A-S مشكلة برضو، يعني هيقولوها أنس، يعني أنس يعني هذا برضو it's offensive as well، يعني it will be funny there، يعني فمشكلة الاسم هذا في الترجمة في النقارة، يعني هنحطه كده باليو مشكلة، هنحطه بالاي مشكلة، كيف نتصرف يا وليد؟ دكتور فهد أنس هذا ممكن نفكر بعدها إن شاء الله. إيش حل المشكلة في موضوع في موضوع إيش بالضبط يوسف؟ ممكن نحط between brackets، نعم يعني ممكن. بس المشكلة هنا دكتور يخسر قيمته الإعلانية المفردة أو المصطلح، بس لما يتحول إلى وصف يصبح الموضوع ما حدش يشتري أصلا. ما حد تسمح لي دكتور في تكنيك في الترجمة، في globalization وفي localization وفي glocalization. نعم. فهم اللي بيصير الآن يسووا glocalization، بمعنى انه ممكن منتج يعني ينشر على جميع انحاء العالم، ولكن في دول، انا كنت بالمناسبه انا كنت شغال اثناء الدكتوراه شغال مع لاين بريدج، هذه اكبر شركه في اللوكاليزيشن في العالم، وكانت تجينا مثل هذه يعني الاسماء احنا نقيمها ونقول لهم هذه ترى اذا نقحرتها حيكون لها اسم، حيكون لها معنى مختلف. طب أترجمها؟ أقول لا، إذا ترجمتها هتفقد البرستيج حق اللغة الإنجليزية اللي إحنا نربطهم في اللغة العربية. إذا والله طيب كيف نقحرها؟ نقحرها بالطريقة الفلانية أو إنه غير الاسم، لأنه فعلا الاسم يعني وهم أنت تحط لهم الخيارات في الفورم هذه وهم يختاروا أحد هذه هي الخيارات. صحيح. شكرا طريق. طيب الآن باقي خمس دقائق، فمش يعني هناخد سريعا الترجمة الإعلامية في الإعلانات. لو لاحظنا ان في شفنا هنا صياغة الفعل هنا I am loving it في ماكدونالد، ما نيجي نترجم I'm loving it أنا أحب، هل هو إحنا كده نقلنا الترجمة اللغة النص في اللغة الإنجليزية؟ زمن الفعل هنا، هل في اللغة الإنجليزية ينفع أقول I'm loving؟ هل ينفع أقول I'm loving في اللغة الإنجليزية؟ هل هذا صحيح في اللغة الكتابة؟ لا طبعا ما ينفعش، فعلا ما ينفعش أقول I'm loving it، لكن هم مستخدمينه في الإعلان عن ماكدونالد. ليش بيقولوا I'm loving it في الإعلان؟ هل حد عارف ليش قايلين I'm loving it؟ أصل لو قال I love it اللي يجذب الزبائن ممكن يجذب الزبائن، بس لما يقول I'm loving it يعني أقرب للجمهور، ممكن أطفال، ممكن طبيعي العلاقة. طيب لما يقول I'm loving it معناه إن كل ما روح أزداد، يعني في استمرارية وليس بس I love it وخلاص، لا هنا في استمرارية، فلو عملوا I love it مش هينقل نفس المعنى اللي هو عايز، يعني في استمرارية للمنتج. اللغة العربية ما نقلتش نفس المعنى أنا أحبه خلاص، فالإعلان العربي ما أظن هو وفق في نقل المعنى اللي موجود في اللغة الإنجليزية. كيف نتصرف في تصليح الإعلان هذا؟ هذا الإعلان كان موجود فعلاً بهذه الطريقة أنا أحبه، ولكن لا يمكن نفس المعنى الموجود في الإعلان الإنجليزي، فكيف نصلحه؟ حد عنده اختيار أو اقتراح؟ كله حب؟
very close. كله حب، قصة حب، قصة حب ده كده. دخلنا في الأدب في الترجمة الأدبية. طيب هل لو قلنا قصة حب أو كله حب، إيش رأيكم؟ حبي الأبدي ممكن لو ترجموه بعمال اختاروا عاجبني، واقع حبه ممتاز يا ملك، وقعت في حبه ماشي عزيزة ممتازة قريبة، أجوع من دونه يوسف. لا مفيش كلمة جوع هنا. دائم نحبه، دائم نحبه، ممتاز هديل. احنا بدأنا نقرب من الايه، من المعنى في اللغة الإنجليزية. بدأنا نقرب يعني ترجمة، فعلا ترجمة الكل يحبه نبيل ودائم نحبه، دائم نحبه قريبة جدا، قربت من المعنى الإنجليزي. حب الجديد، حب من كل مرة، ماشي حلو وممتازة الدكتور وليد، حب في كل، من كل مرة، حب في كل مرة، حب في كل مرة، ممتازة الدكتور وليد. فالشاهد بقى ان احنا ايش، ان احنا اللغة الألمانية ممكن تكون فيها لغة عامية، لغة غير، وبتنقل معنى احنا مش عارفين ننقله. فبيفقد، لو احنا اخذنا اللغة الفصحى انا احبه مثلا، هنفقد المعنى المقصود. فلابد ان المترجم ياخذ باله ويحاول يضع بدائل ويعوض النقص هذا. مش في واحد كاتب مش قادر اقف، ليه مش عارف اكمل. طيب ننقل ل هذه اللي ذكرتها في اكثر من محاضره، اتجاه النص نفسه. اتجاه النص ممكن يعمل مشكله في فهم النص. يعني مثلا لو في مسحوق غسيل وترجمناه الى العرب، وضعنا مسحوق الغسيل، إذا وضعنا القميص النظيف وحطينا عليه المسحوق الغسيل هيتوسخ، ده بالنسبة للعرب. لكن في اللغة الإنجليزية القميص المتسخ على اليسار وضعنا عليه المسحوق الغسيل هينضف. فالشاهد إن إيش؟ إن لازم نعمل نعكس الإعلان، ونبدأ من الإعلان من النحل اللي بيمشي معاها السياق. احنا بنتكلم بس ومضات سريعة، لكن المشكلة ان احنا مش ممكن نغطي كل شيء في الثلاث ساعات اللي هي خلصت. انا هنتهي عن بهذا الحد انا، وان شاء الله نحاول نكمل بعض الاشياء في المرة القادمة في قبل ما نبدأ اللي هو محاضرة الترجمة التجارية، اللي إن شاء الله هتشوفوا فيها برضو أشياء على نفس النمط. يعني ربما أشيلكم، أنا دائما في شغلي أو في التدريب لا أبدأ بالنص أبدا، أنا بعطيكم أشياء إنكم تطبقوها في كل النصوص. يعني أنا دلوقتي بنطلع بأشياء نطلع في كل النصوص ممكن تطبق، مش أبدأ بنص وبعد كده أخذ النص وممكن تنسى كل شيء مع النص الجديد اللي تشوفه. شكرا لكم، ونشوف ان شاء الله نشوفكم في اللقاء الجاي. ولو في اي ملاحظات او اي تعليقات اهلا، ممكن تبعتوها لي من خلال الدكتور وليد اللي هي صناعه وشكرا او حلول لغويه. شكرا لك دكتور، محاضره ماتعه صراحه، و يعني كان عندي سؤال دائما كلما اتينا للترجمه في السياق الإعلاني والسياق الإعلامي، لربما تعليق سريع من سعادتكم. هل تتفق دكتور أنه الترجمة الإعلامية للأغراض التجارية التسويقية، وإن شاء الله حتكون موضوع المحاضرة القادمة، هي يعني أكثر أنواع الترجمة تحررا من الحرفية في الترجمة، لأنه يقودها الرغبة لتحقيق الأثر التجاري؟ نعم، الترجمة الإعلانية، أتكلم عن الإعلانية؟ الإعلانية نعم. لا انا هتكلم عنها مره تانية في الماركتنج، لان احنا في الترجمه الاقتصاديه هيكون في جزء عن الماركتنج، لان الاقتصاد يشمل الماركتنج، فهنتكلم عنها تاني ان شاء الله.
بالتفصيل. محاضرة جميلة وثرية وماتعة. ولعل الدكتور وليد إن كان موجود يفضل أيضا بمداخلة. الحضور جميعا فضلا قوموا بتعبئة الرابط حتى توصلكم الشهادة بإذن الله. شكرا. أبدا دكتور، يعني ما عندي شيء كثير أضيفه حقيقة. أنا نفسي شخصيا استمتعت كثيرا، وأتطلع قدما إلى بقية السلسلة هذه، وإن شاء الله يعني كل يعني محاضرة ستزيد وتثري بعون الله، وتركز المعلومات التي سبق أخذناها بعونه تعالى. شكرا للجميع. شكرا.